Smart Sound.
قد يكون. القانون يتحول إلى إجرام، وشي شيء طبيعي في بلادنا أو بلدنا الحبيب. لهذا اخترت أنا هذا العنوان هذا في بعض الأحيان، وغالبا ماشي إلا في بعض الأحيان، غالبا القانون يتحول إلى إجرام. شنو هو السبب؟ قدروا كاينه بزاف ديال الاسئله، وكاينه بزاف ديال الاجوبه، ولكن ناخذ البيزيك، لا باز. الا شفتوا دابا الاغلبيه ديال الناس اللي كيعانيوا كتلقاهم عيالات رجالات عندهم ولاد ما قاريينش، ما تعرفوش الحق ديالهم، ما تعرفوش القانون ديالهم. الناس كتعيش في العشوائية. هذا كل السطر اللي هاد التوضيحات اللي عطيت، هاد ليزيماج اللي عطيت على هاد النساء، هذا لا يدل على انهم ما عندهمش الحق فيها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الله معكم من نيويورك. اليوم واقيلا الأول الشهر، يمكن لكن باش نتأكد باش بان هذا، شوف اليوم يمكن أول الشهر، يس اليوم أول الشهر ديال ديسمبر 2021. هذه تقريبا 5 لارو ديال الصباح. كنت كنقلب على واحد الفيديو ديال في الفيسبوك اللي دارتها الاخت فاطمه الزهراء البارح، بغيت نوريكم ونهضر على هذا الموضوع، ولكن بغيت نختار هذاك الفيديو، ما بقاش عندي الوقت، لان هذا اخترت هذا الفيديو هذا، لان هذا الشيء ديال الربان اللي وقع ماشي غير في منطقه واحده او عائله واحده او قبيله واحده او دوار واحد او واحد السكن صافح. انا من 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 هاد من التجربه ديالي كمواطن مغربي، وفايت السنه كنت ساكن في السكن الصافح، ما غاديش نكذب عليكم. الناس اللي كيكونوا ساكنين في هاد السكن الصافح تيكونوا فراجيل، تيكونوا ديما مهددين، ديما تيعرفوا هالقضيه بانهم ساكنين في واحد البلاصه اللي هي فراجيل، اللي هي اسمه، وديما كيلوحوا لهم واحد الصوت اللي كيبقى، ديما كانوا كيلوحوا لنا واحد الكلمه ولا جوج من 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 السلطه اللي كيجيبها المقدم، ديما تيقول لك انتم راه ما غاديش تبقاو هنا، ديما تيقولوها مره تيغبروا لك عام عامين ثلاث سنين، وتيجي واحد النهار كيديروا ديك الاحصائيات، يجي واحد الورقه وكيديروا احصائيات اسمك انت فين ساكن، شحال ديما ساكن هنا، واسمو الناس كتبقى تيقول لهم انتم ما غاديش تبقاو هنا، ديما كيديروا هذه، وداروها مده شي تقريبا داروها شي 30 عام ولا بعد 35 عام ولا 40 عام، نقول لكم شي 40 عام هما كيديروا هذه القضيه، وهذه القضيه ماشي داروها لنا غير حنا، كنا ساكنين، الوالده عندي كانت ساكنه في الملاح، والسكن اللي تما تيقول لي كوري برشين، يعني سكن صافح، يعني ما عندوش ضوء، ما عندوش القناه، ما عندوش لي زيغو، ما عندوش الماء، ما عندوش الماء، المكان مولما هو اللي كيجيب الماء، هذا هو السكن الصافح اللي كان، ما كاينش القنوات، ما كاينش البنايه التحتيه، صبات الشتاء الا ما درتيش البوصلانه وما درتيش السمو وما حاولتيش السمو يقطع عليك، تقطع عليك الماء، كيقطع عليك الماء. دونك هذا السكن الصافح كاين حتى في المدن، كاين في المدن داخل في المدينه القديمه، في كاين مثلا واحد الكوري ديال كيسميو الكوري جا على طريق بلاس فيردان، راه كاين حيط كبير ما الناس ما كيشوفوش، هذاك راه الداخل ديالو راه كاين باب واحد، هذاك كان ساكن صافح اللي حضر القهوه ديال العصير، كدوز على السينما فيردان. وكاين كوري علي قلق في بوسبيل القديم دربتازي،
وكاين كوريات بزاف كاينين، كاين كوريات وكاين كوري جيت بوسبير ملي كتدخل قبل ما توصل السينما مغرب، وزيد 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 وزيد. وهذا ماشي غير السكن الصحيح، ماشي غير هاد بحال هاد الحالات وما كيتسموا السكن الصحيح، ماشي غير اللي عندهم بنيين الحيوط وداخلين فيهم البرير كيتسموا السكن الصحيح. في المغرب كاينين عمارات، كاينين ديور، كاينين ديور الناس اللي ساكنين فيهم سكن صحيح، ما عندهمش الماء، ما عندهمش الضوء، ما عندهمش اوكي. تقول لي واش راه كيحاربوا دابا؟ راه كيحاربوا ياك، كيحاربوا هادشي، كيحاربوا باي وسيله. ولكن كاين واحد الاشاره اللي بغيت نفسر لكم، كاين واحد لافونتاج. هادو اللي كيحاربوا، هادو اللي كيحاربوا دي تيك ادفونتاج، تياخذوا واحد لافونتاج في هاد الناس الضعفاء بحالنا حنا، تياخذوا عندنا واحد لافونتاج. لافونتاج اللي كياخذوا، حنا ملكنا الارض، حنا سكننا في الارض، هذيك الارض مالها مول 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 كوريد برشيد، عطاها للضعفاء ماشي اداريا كتابيا، وسمح فيها على قبل الضعفاء، قال لك انا خليتها للضعفاء اللي كانوا كيجيو ياخذوا الكرة، كانوا هذيك ريحه الشحمه في الشاقور، كانوا هذوك النساب ودوك دوك في العائله، دوك المقشفين في العائله اللي مناسبين معاهم، ولاد العمام ولا غير دوك الناس اللي على برا، ماشي حتى في العائله داخل، اللي على برا على الجوار على اسمه، هما اللي كانوا كيجيو كيبروفيتيو كياخذوا الكره. ملي عاقبهم المسؤولين، ملي قالوا لهم راه غادي نتحاسبوا معاكم، انتم شحال هذه من عام كتاخذوا الكره، خصكم تخلصوا الطاكس، هما هربوا وبقات الارض بالسكن ديالها، ما ما حتى واحد ما كيجي ياخذ الكره. هنا الدوله اش دارت؟ هنا الدوله حسبت شحال ديال السكان، وشافت المساحه وشافت الارض، يعني في موقع مزيان راه في الداخل في المدينه، وقالت غادي نخويو هاد الناس. المهم انا كنهضر مع المسؤولين، شكون هما في الدوله الله اعلم، غادي نخويو هاد الناس، نعطيهم فين يسكنوا، ولكن هاد الكلمه ديال غنعطيهم فين يسكنوا هي اللي لعبات على الناس، هي اللي لعبات على الناس. انا قلت لكم علاش تياخذوا افونتاج في هاد الناس، لانهم اميين، اكثريه الناس اللي كيعانيوا هاد النساء بعدا هجالات، وما عندهمش رجالاتهم، ولو كانوا عندهم رجالاتهم حتى الرجالات ديالهم ما قاريش، حتى هما ما قاريش. وهذا لا يكفي، المساله ديال القرايه خصنا نهضروا عليها مره اخرى. قاري يعني قاري راه ماشي قاري، راه غادي فهمتي، راه خصك تكون عارف القوانين ديالك، خاص عارف الحقوق ديالك. الدستور اللي دار محمد السادس خاص يكون عندك في الدار، انا قلتها في الفيديو اللي سبق، بحال اللي عندك القران، عندك القران في الدار، كتامن بالله ياك، كتامن بالله وعندك القران في الدار، ولا كتامن ب ب ب ب بالدستور، كتامن بالدستور خصك يكون عندك الدستور في الدار. ثلاثه الحوايج خصهم يكونوا في الدار، هما حوايج بزاف خصهم يكونوا في الدار، ولكن انا غادي نومي لكم ثلاثه الحوايج برانسيب خصهم يكونوا في الدار عند الناس المحضرين. عندك القران، لان هذا هو اول كتاب خصو يكون عندنا في الدار، وانا على يقين اي دار كتلقى فيها قران، واخا ما كيصلوش، واخا كيتخاصموا، واخا كيديروا النميمه بعضياتهم، واخا كيضربوا، واخا كيكذبوا، واخا كيسرقوا، كتلقى عندهم قران في الدار. خاص يكون عندك قاموس، سواء قاموس اللغه العربيه او قاموس بالفرنسيه او بالانجليزيه، المهم ديك اللغات اللي بغيتي، ضروري بعدا خصو يكون عندك ديال العربيه، خصو يكون عندك في الدار قاموس اللغه العربيه. وعندك كتاب الدستور اللي دار الملك، اذا كتامن بالوطن وبغيتي تعرف الحقوق ديالك وبغيتي تهضر عليها، وخي شري الدستور وحطو في الدار وقري لولادك وقرا انت طالع فيه. هادو ثلاثه الحوايج برانسيب. اما المسائل الاخرى، بغينا نهضروا على الكتب ديال المطالعه، وبغينا نهضروا على واحد لا واحد ديال هادشي ما عرفتش شكون هاد الجيل اللي غادي يبدا يعيش هاد غادي يبدا يامن بهاد الافكار. ما كنشوفو مازال بعاد، مثلا ما عندناش
ما عندناش ثقافة المطالعة، ثقافة المطالعة مازال ما عندناش. ولو كتلقى الناس، كتلقى البنات، كتلقى بنات في المستوى اللي عندهم لا فاكولتي، اللي ما قراو ضربوا البكالوريا وعندهم لا فاكولتي، عندهم سالاو لا ليسونس كما كنقولوا، ياك لا دريري ولا بنات، هما تتلقاهم ما كيطالعوش، هما نيت ما كيطالعوش، هما كتلقاهم في الدار عندهم ما عندهمش ما كيشريوش كتبه. عندنا واحد الثقافه اللي هي ثقافه اتاي، ثقافه البراد، ثقافه الشفنج، ثقافه النكات. النكات انا من انا ما تنحقرش هادو، انا تنقول لكم الواقع، ما تنحقرش انت تقول ثقافه الشفنج، ثقافه اتاي، ثقافه الغناء، ثقافه النكات، ثقافه الضحك، ثقافه التقشاب. عندنا هادشي، عندنا هادشي، هادشي ماشي عيب، انا تنقول لكم عندنا هادشي، وهادشي ماشي عيب، هادشي يعني حاجه عاديه في البلاد اللي كنعيشوها. ولكن الثقافه ديال المطالعه مازال ما نضجات. نهار اللي نبداو نطالعوا، وهذا ماشي غير المغرب، انا ماشي كنهضر على المغرب، هذو كاع الدول اللي هي كتعيش في المنطقه حاره، لان حتى المناخ كيلعب دور، حتى المناخ كيلعب دور. حنا دابا نقول لكم مثلا انا كنعيش في نيويورك، لا بيريود اللي هي بارده بارده بزاف بدات دابا، بدات ياك. الناس كتمشي من الخدمه، من الخدمه كيمشيو للبار، هادو الناس اللي ما كيطالعوش حتى هما، وبعض فيهم كيطالعوا واخا كيمشيو للبار كيطالعوا ياك، من البار كيضرب بيرة ولا جوج ولا ثلاثة كيجي للدار، ياك كيجي للدار بقى عنده ساعة ولا ساعتين، إما كيشوف التلفاز وكيشوف شي برامج اللي اسمه بان لي داكشي مبرزات، كيشد كتاب كيطالع حتى كيدي الناس، يغسل فمو ويناس بالحوايجو دوش ويناس. حنا عندنا المناخ سخون، هذا انا ابغي انا اعطي واحد الانفسايز، انفسايز واحد سون ديتاي، واحد شي شويه ديال النقاط بغيت نديرو مع الحروف باش نوضح شي شويه اشنو هما المشاكل اللي كنعيشو، كيفاش كنعيشوها، ومنين كتجي، منين كتنطلق ياك. لو كو كنا كنطالعو، وحتى المناخ لعب دور، لان عندنا الشمس كثيره، عندنا الشمس كثيره، وملي كتكون عندك الشمس كثيره وعايش في واحد البيئه اللي هي في الضوء الصافح، ما يمكنش تريح في البيت وبلا ما تسمع هو ديال الجيران وتشد كتاب وتطالع. انا كنت كنعيش هاد الابيرود، كنت نعاني منها الصداع، والصداع ماشي غير الجيران، حتى والديك اللي كتعيش معاهم كيديروا الصداع، حتى هما كيديروا الصداع، فهمتي؟ كاينه واحد يعني كاينه واحد المسؤوليه، مسؤوليه ماشي غير ديال الحكومه ولا ديال، كاين واحد المسؤوليه اللي هي تجمع فيها كل شيء، تجمع فيها كل شيء. الا دزتي عند والديك اللي هما والدين قاريين مثقفين، راه من طبيعه الحال غادي تخرج مثقف، من طبيعه الحال، حيت لونفليونس، حيت لونفليونس التغذيه، كاينه واحد التغذيه اللي هي غير مباشره. اولا كتشوف غير حيت الدراري كيتبعوا المثل، ماشي كيتبعوا الهضره، ماشي كيتبعوا كتقول لهم دير دير، خصك تمشي تصلي، خصك دير، لا انت بعدا خصك تصلي، انت وباه ومو خصهم كتكونوا كتنوضوا في الصباح وكتصليوا الفجر فهمتي. الدراري كيتبعوا المثل، ما يمكنش كتبقى تقول الدري دير 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 تبقى تابعه، حيت الا بقيتي كتقول ليه دير 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 غادي غتعمر ليه راسو، وغادي ينفعل، غادي يبدا يكره دوك المسائل اللي بغيت تقول ليه انت يديرو، غادي يبدا يكرههم، غادي يبدا يكرههم. يا بغيتي كتوزع عليه كتقول ليه خصك تصلي، خصك تنوض تبدا، خصك تصلي اليوم غدا واليوم غدا واليوم غدا، غادي يكره الصلاة، غادي تكرهو الصلاة. دونك دق وسكت، بحال اللي تنقول دق وسكت، انت اللي باه ولا مو سير تصلي، ما تقوليش ليه سير تصلي ولا خصك تصلي، ما تقول، ما تهضرش معاه، ما تهضرش معاه. كاينه طرق ملي غادي تدوز ليه باش غادي تفهموا بان الصلاه راه ها علاش كنصليو، علاش كنصليو. كاينه واحد المناقشه، واحد الحوار يكون ماشي، ما يكونش داك لي زوردر، ما تعطيش لي زوردر، ما تبقاش تعطي الاوامر، انت كتولي ما كتوليش اب وصديق ولا ام صديقه، كتولي غير ام، كتبقى غير ام وكتبقى غير اب. والدري ولا الدريه ملي تيكبروا في هذاك النمط تيخليك غير اب وام، ما تيديرش معاك الصداقه، ما كينفتحش معاك، ما عمره ينفتح معاك. هادشي راه واقع، هادشي راه كتعرفوا. المهم اسباب هادشي كله، يعني عدم، اولا عدم الثقافه، عدم الوعي، و و وال 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 والستريس،
عدم ثقة، عدم ثقة في النفس. لأن أنا تنقول المرأة، تنقول المرأة المغربية صمتي، أنت ملي تتكوني باقا صغيرة باقا بنت، راه أول حاجة أكثرية فيهم تبقى يقلبوا يفكروا في الجواج، تبقى يفكروا في الجواج، تبقى يفكروا في الجواج، ما تيعيشوش حياته. هذه بعدا أول غلطة كديروها ياك. إلا ما كتبش لك الله باش تقراي، ماشي ما كتبش لك الله، هذه سمحوا لي هذه غلط فيها. إلا ما كتبش لك المجتمع، المجتمع ما كتبش لك باش تقراي، لأن الله كتب لك باش تقراي، في القرآن قال لك اقرأ. ديما نفكروا هذه القضية، ما بقاش يقولوا لا ما كتبش لك الله، لا 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 لا، الله كتب لك، اكتب كتب لك ولك اقرأ، ياك مكتوبة، وهذا هو المكتوب اللي كنقولوا، هذا مكتوبة في القرآن، هذا هو المكتوب اللي كنهضروا عليه حنا. دونك الا ما كتبش لك المجتمع، ما كتبش لك باش تقراي، بس توصلي واحد النيفو، وانت ولا انت عندك مسؤوليه في هذيك، حتى هي عندك مسؤوليه، لان ما عملتيش واحد المجهود. اشنو هو المجهود؟ واخا ما ساعدتنيش الوقت باش نكمل القرايه ديالي، او ظروف وقعت ما يمكنش لي نتخلى على القرايه، وانا قريت، عندي المبدا، عندي انطلاقه، ما يمكنش لي نتخلى على المطالعه، لان المطالعه اليوم بالاخص اليوم مع الديجيتال والكمبيوتر اسمه، راه تقدر تثقف، تقدر توصل لواحد المستوى، وقرا القوانين اللي هي من الحق ديالك، اللي هو كيعطيك الدستور حفظها، وهذيك القوانين اللي كيعطيك الدستور هي اللي تواجه بها، بلا ماشي كل خطره وقعت لك شي حاجه خاصك تقلب على محامي، وانت ما عندكش الامكانيات، ما عندكش فلوس المحامي. دوك اللي قريتي القانون طالعتي عليه، راه الكليات في المغرب راه محلولين، عباد الله راه قلتها لكم ديك الخطره، راه الكليات في المغرب، الكليات راهم محلولين، لو كل راه الباب ما عندهاش الباب، الكليه في المغرب الوقت اللي كيمشيو دوك لي زيتيديون كيمشيو الطلبه يقراو القانون ولا شي حاجه، قرا معاهم، سير معاهم، وكاين حتى لا كانتين باش كتخلص واحد الفئه، واحد الحصه قليله باش كتاخذ الغداء. انا كنت كنمشي، كلوش عليكم، كنت كنمشي، كنا كنتغداو ب 3 دراهم، 3 دراهم ولا 4 دراهم ولا 3 دراهم في الكليه اللي جيت، كليه الحسن الثاني على طريق جديده، هي كانت كليه الاداب، فيها كليه الاداب وكليه الحقوق، كليه الحقوق وشي حاجه اخرى، كانوا فيها مجموعين، كانت ضروه وكانت مهم. دونك لي زيفور، يعني واحد المجهود اللي كتعمل هو اللي غادي يخلصك، هو اللي غادي تنتج منه واحد، كاين واحد البديل، كاين واحد البديل. انا تنقول، علاش تنقول لكم اودي المحاربه ديال هاد المشاكل راه جايه من عدم الثقافه، من عدم ليدوكاسيون، راه من عدم، يعني راكم لاحظوا معايا العائلات اللي كيغوتوا كيعانيوا، راهم ما قارينش بعدا، باقا اللي تعرفوا اللي كتبوا اللي يهضروا، تعرفوا اللي يهضروا، فهمتي؟ ماشي على انهم بولاداء، ماشي بولاداء، اذكياء، ولكن داكشي اللي تنموا فيه وداكشي اللي جناو عليهم والديهم هما هي المعاناه اللي كيعانيو دابا. ما كنهضروش على الريبان، اللي كيريبوا لهم مقدموا الخليفه واسمو هذا، حنا غنجيو لهذا الشيء، حنا غادي نجيو لهذا المشكل هذا، غنجيو. انا كنهضر لكم غير بعدا المسؤوليه، كنحلل لكم وكنعطيكم المسؤوليه الاولى، وهو حنا المسؤوليه الاولى، هو خص واحد خص ينمي راسو. ما تبقاش انت باقا صغيره عندك 18 عام ولا 17 عام تبدا تفكري في الجواج، تفكري باغا تحلمي براجل، كتعمري راسك بحاجه اللي هي مازال بعيده عليك. خاصك تعيشي حياتك، نظمي حياتك، عيشي حياتك، فهمتي؟ ما خداماش، سيري خدمي، سيري واخا عاد واخا تصبري للديور، سيري عندك شي شويه واحد لاباز، عندك كتعرفي تكتبي تقراي، انت خرجتي من السته ولا السابعه اش كيسميوها هما ولا الخامسه، عندك واحد لاباز، سيري دوري على دوك العائلات اللي في الدواور ولا في السكن الصفيح، قول لهم الوالده نقدر، واش نقدر، عندك شي وليدات ما 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 ما, ما كاينش اللي طالع معاهم، نقدر نطالع معاهم، واعطيني شي حاجه، اعطيني شي حاجه اللي بغيتي على حسب اللي بغيتي، نجي كل دار ندق على، عندك شي وليدات نطالع معاهم، انتم الدريات والدراري
اللي نتوما عندكم البكالوريا ولا عندكم السيزيام اني ولا عندكم السيكيام اني، عندك واحد المستوى اللي تقدر تعاون به جيرانك، تقدر تعاون به عائلتك، تقدر تعاون به المجتمع. ديروا هذا واخا ديروا فولونتير ولا ولا يكون واحد البديل. الا كنتم محتاجين قولوا دير، حنا محتاجين، راه ما كرهناش ديروا نعاونكم في سبيل الله، ولكن راه انا محتاجه. هضروا مع الناس، هضروا مع دوك اسمه، ودخلوا عاونوا واحد الساعه ولا ساعتين في المكانه، عاونوا لهم ولادهم، ديروا معاهم تصحيحات، ديروا معاهم مراجعات، ديروا الحساب، ديروا معاهم، عاونوا المجتمع ديالكم. كنا خصنا نعاونوا باش نهززوا ديك المرحله اللي كنعيشوها، اللي هي مرحله لا يبتلاها. كنعيشوا وحنا معنا ديما كنتخبطوا في الهضره، ديما كتسمعوا نفس الهضره ديما، والقانون والدوله الحق والدوله، ديما الهضره ديما الهضره. وهانتوما كتشوفوا هذه سنين وهادشي كيتعاود، وفينا هو الحل؟ ما بقيناش المخرج، ما بقينا. ودابا هاد السنين، هادشي اللي كنقول لكم دابا، كنت دار هذه 20 عام، كنا وصلنا لواحد المستوى، وماشي تروطار. انا تنقول ماشي تروطار، خصو يدار. هذا هو كيتسمى الوعي. هاد الجيل اللي هو خرج من المدرسه بكري، عا كيدور في الزنقه فهمتي، وكيبغيها سهله. هاد الجيل هذا هو اللي خصو المسؤوليه ديالو، هو اللي خصو يعاون. ماشي بقى تشوف في راسك انا ما داروا لي والو، ما ندير لهم والو. هو راه داك الفلاح اللي زرع الجدوز جدنا النخل ديال التمر، وزرع دوك الكرمات اللي كناكلو فيها اليومين، هذا كناكلو كرموس منها، راه مسكين زرعهم، راه ما قالش انا ما زرعوا لي والو، ما زرع لهادو والو. ياك راهم جدودنا، راهم زرعوا لنا، وحنا اليومين هذا مازال كناكلو داك التمر ديال النخل ديالهم اللي زرعوه. لان النخله راه كدير اكثر من 60 عام باش 70 عام باش غادي تكبر، على الاقل 20 عام باش تكبر وتبدا تعطي الفروي ديالها. وهذا هو ليكزومبل اللي خصنا، هذا هو المثل اللي خصنا نديرو. المثل اللي خصنا نديرو هو، انا ما نكرهش، انا شخصيا ما نكرهش ندخل المغرب، ما نكرهش ندخل المغرب. وديما حاير، ديما كتدور ليا في راسي، وعندي بزاف 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 ديال 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 لي زيدي كرياتيف، عندي بزاف ديال الافكار كرياتيف، والله العظيم انا عندي بزاف ديال الافكار. لو كو لقيت ندير انا مثلا نجمع تجار ديال المغرب، وكل كل كل اربعه ولا خمسه ديال التجار نعطيهم واحد، نديروا معاهم واحد لي زيتود، راه نعطيهم انا اون افير اللي يديروها اللي تغناو، والله تيتغناو. ولكن انا ما نقدرش ندير، انا صاحب الافكار، ما نقدرش ندير، لان ما عنديش هاد المليارات. لو كان عندي هاد المليارات، لو كنت تشوفوني انا عندي سبعه ولا ثمانيه ديال هذا التحفيظ، سبعه ديال لي زيدي ديال التحفيظ حفظهم، والله العظيم. عندي فكره ديال المناضه، عندي فكره ديال انا نعطيكم تفسير. انا لقيت وسيله كيفاش دار المناضه. هذه مناضه تكون مغربيه، هذه الاولى. كاين عصير ديال الهندي، عندي فكره على العصير الهندي، عندي فكره ديال هادو كاع ندير لهم لاباتونت، عندي فكره ديال هذا كتعرفوا واحد، هذا موضوع اخر بغيت ندخل لكم على اللي يزيدوا، نعطيكم واحد النظريه شنو كيدور في دماغي. عندي فكره ديال كتعرفوا كاين واحد لاصوص كيتسمى لاصوص سوجا، سوجا هو كحل كيديروا في لي صالاد واسمو. عندي فكره ديال لاصوص سوجا الشينوا، شفتهم انا كيديروا بواحد الطريقه اخرى، كيديروا باش كيصاوبوا، كيديروا كيبيعوا في القرعه، كيصدروا للعالم كله. عندي انا فكره ديال السوجا تكون سوجا مغربيه، عندي فكره والله العظيم اقسم لكم يمينا عندي. عندك وعندي فكره ديال هادشي اللي كنقول لكم انا، راه ما كاينش العصر ديال الهندي، راه ما كاينش، راه ما كاينش. قلبتوا على العصر ديال الهندي، شكون اللي فيكم عمرو شاف العصر؟ انا كنهضر مع الناس اللي هما في المغرب واللي خارج المغرب، ما كاينش فيكم شي واحد اللي كيعرف اي مدينه، حتى الامريكان ما عندهمش، ما كاينش. العصر ديال الهندي عندي الفكره، هاد الفكره ديال العصر الهندي كيفاش يدار عندي، عندي فكره. وفكره ديال المناضه، المناضه اللي هي مناضه اللي هي ناتورال، بعد واحد القضيه اللي هي ناتورال، ماشي ما عندها علاقه بالشيميكا، طبيعيه من 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 الخضر، من الخضر. وتصوروا عندي مناضه، فكره عن المناضه وصوبتها في الدار، ماشي انا شي كنقول لكم انا، راه عندي في الدار، راه مصوب،
شي كون انا راه عندي في الدار مصاوب سا اكزيست، خصني غير كل داكشي، خصني غير لا باتونت، خصني غير نخرجهم وندير نحفظهم. وانا ما بغيتش ندير هادشي هنا في الميريكان، ما بغيتش ندير هادشي في الميريكان. انا كنتمنى عندك بعدا نقول لكم بعدا، كاين العصير الهندي وكاين المناضه من الخضار، وكاين شنو اخر قلت لكم، كاين العصير الهندي والمناضه بالخضار، وكاين لاصوص ديال الصوصه الصويا الصويا. وما كنهضرش لكم على لي روسيت ديال لي روسيت ديال الماكله، انا عندي لي روسيت. انا نهضر لكم على شي حاجه اللي هي ماركتين، كتسمى ماركتين، شي حاجه اللي هي كتتباع في الدول العالميه كلها. وعندي واحد لاباتونت ديال القهوه، عندي واحد القهوه سبيسيال، قهوه كدار سبيسيال، ما كاينش هنا اللي كيدير هاد القهوه هذه، ما كايناش. وهذا الشيء اللي قلت لكم انا راه درته وعطيته للناس وحماقوا عليه، راه مشات، راه القهوه عندي انا راه مشات حتى لروسيا، راه من روسيا مشات حتى الانجليز، الناس كيتخاطفوا عليها والله العظيم. كنهضر لكم عندي فكره شنو اخر، عاد خليه على الارت، ما تنهضرش على الارت، عاد خليه الارت بوحدو. دونك عندي نقول لكم شي سبعه ولا ثمانيه ديال لي باتونت اللي هما اش كيسميو حنا لي باتونت بالعربيه، اللي هما خصهم يتحفظوا. وهاد سبعه كتصوروا الشركه، دار شركه كيديروا العصا ديال الهندي، دير شركه في الشمال وشركه في الجنوب، شركه تخدم الناس، شركه ديال الصويا تخدم الناس، شركه المناضه تخدم الناس، دير شركه ديال القهوه تخدم الناس، ياك. هادو هضرنا احنا اربعه، عاد خلي مسائل اخرى اللي ما جاش لي على البال دابا حاليا، خصني ندير لا ليست قيدو. هادشي راه غادي يعطي واحد، غادي يعطي واحد النفس في الاقتصاد في المغرب، وغادي يخدم الناس بزاف، غادي يخدم الناس كثار. وعاد الفكره ديال هاد، هذه فكره اخرى، فكره ديال لي ميزو اوكي، لي ميزو روتريتي سا اكزيست، هاد لي ميزو روتريتي سا اكزيست. ولكن انا عندي فكره على كيفاش دار وكيفاش تخدم الناس. هادشي كله الغرض ديالو هو تخدم الناس. علاش كنفكر هكذا ما تنفكرش انا تنفكر ندير الارض ديالي، ولكن كنشوف الارض، حتى الفكره ديال الارض عندي تقنيات اللي هي ندير شركه بالارض، ولكن انا كنشوف شركه الارض ما غاداش تكون عندها واحد المدخول بحال الشركه ديال الكونسوماسيون ديال الماكله، حيت الماكله الناس كتاكل، الارض كيشريو كيحطوا في الدار، الارض يقدر يشري اربعه خمسه طابلوات يقول لك بركه ما غاديش تزيد، ياك. الماكله تبدا ديما كيكونسومي، داكشي علاش انا عندي الفكره، وعلاش انا عندي هذه الفكره وكنفكر هادشي، ماشي لي انا، البلادي، البلاد ديالي، بغيت البلاد ديالي تلونسا، بغيت البلاد ديالي الناس يخدموا، بغيت الناس تحصل الوضعيه ديالهم، ما يبقاوش هاد المشاكل، وغنقدم جاري ليا الدار، وغنخلي جاري ليا الدار، وعندنا الاميه، عندنا الاميه كثيره، بغيت الناس تثقف، بغيت الناس تقرا، بغيت الناس تطالع. علاش؟ حيت حتى انا تنقول بعض الخرات الناس كتفكر هكذا، وحتى انا كنت كنفكر هكذا، وحتى انا يمكن واحد عندي شك باقي شي شويه كنفكر هكذا، تنقول بان المسؤولين ما بغاوش الناس يقراو باش يبقاو يضغطوا عليهم. انا غنقول لكم واحد القضيه، الا كان هاد المسؤولين كيامنوا بهذا الشيء وكيديروه، انا تنقول لهم انا كنقول لكم راكم مكلخين، راه اكيد حاجه، اي حاجه فيها السلبيه راه فيها ايجابيه، واي حاجه فيها ايجابيه راه فيها السلبيه. انا تنقول لكم المسؤولين، انا تنقول لهاد المسؤولين اللي تيفكروا هكذا بعدا هذاك بعدا اعتصام، هذاك بعدا راه ذنب كبير مع الله. الا كانوا هاد المسؤولين كيديروا هاد العواقب كيعقلوا باش يخرجوا الناس اميين، راه ضد الاسلام، بعدا راه ضد الاسلام، لان الله تيقول لك في القران اقرا، ياك. هادو كيمشيو ضد الاوامر ديال الله، ومن عصى الله وعصى الرسول هذاك راه باين فين غيمشي، ياك، ما غيمشيش لكابيلكو ولا الهاواي، اوكي، حنا عارفين غيمشي. المهم انا تنقول لهاد الناس، هاد الناس البدائيين، هادو بالنسبه ليا هما البدائيين، كيفكروا هكذا وكيظنوا على انه جوع كلب كيتبعك، راه فكره بدائيه وفكره ما صالحاش. علاش؟
لأنه لا تقفتي المواطن، إلا تقفتي المواطن ما تخافش، ما تخافش، ما عندك مناش تخاف، لأنك تقول كلمة ما كتعاودهاش، بعدها كتحكم يعني كتصير الأمور بواحد الطريقة سهولة، ياك ما كتلقاش العراقيل. ثانيا المواطن الشعب مثقف سهل الحوار، كتجلس مع الطبلة كتحاور معاه، ياك ماشي بحال الكبرانات ديال جيراننا، الكبرانات ديال جيراننا حيت ما مثقفينش ما تقدرش تحاور معاهم، كتقول لهم جلسوا في الطبلة ما كيفهموش شنو هي الطبلة، كيفهموها القرطاس والكذوب. لهذا خص تثقف المواطن، خصو يكون مثقف. إذا ثقفنا المواطن علاش؟ حيت الثقافة كتخلق لك واحد القناعة، كتخلق لك واحد الثقة في نفسك، بعداك ملي كيكون الإنسان مثقف تيكون مقتنع بنفسه، تيكون عنده واحد لا سيرتيتود، ياك ما تيغوش، ما تي والمالك والمالك، ما تيبقاش يقدر يعول على شي حد، فهمتي؟ تيفكر المشاكل ديالو بحلول، عندي القانون ديالي الدستور ديالي تيقول لي، تيقول لي اسمح لي، انت ما تجيش تقول لي ديرو ديرو ديرو، القانون انا كان امن بالقانون، كان امن به، عندي في القلب ديالي كان امن به، هذاك القانون خصو يكون عندكم بحل تقريبا، تقريبا القانون خصو يكون متقارب شي شويه للدين، خصو يكون متقارب للدين في العقيده، كيفاش كتامن، وحنا مثلا وحنا والناس اللي في الدوله كيضربوا قانون الزيرو، كيضربوا في قانون الزيرو، راه هذا جهل، هذا راه حتى يمكن راه فيه ذنوب، انا تنظن فيه يمكن فيه ذنوب، يمكن الله سبحانه وتعالى تيعاقب حنا على ذاك القانون، ذاك الدستور ديالنا اللي كنضربوه في زيرو، اللي كنبيعوا المول كوكو، ذاك الكتاب ديال الدستور نبيعوا المول كوكو، يدير فيه الزراعه والكوكو. انا تنامن بهذا الشيء، انا تنامن، راه المواطن راه هو اللي خصو يفرض الوجود ديالو، راه ماشي المسؤولين اللي خصهم يفرضوا الوجود ديالهم عليكم نتوما، راه نتوما اللي خصكم تفرضوا الوجود ديالهم، راه تيخدموا لكم نتوما، ولكن باش غادي تقنعهم بانهم هما يخدموا لكم، هما تما في هذيك الوظيفه الا العمل ليكم نتوما باش يخدموا للمصالح ديالكم، باش تقتنعهم، وهو الدستور، وهو الكتاب قانون. انت اختي ما قاريهاش، انتوما ما قاريينش، اش تقرا الدستور؟ ها هو الدستور كاين، فعاد الحسن ثاني حنا كنا الله يرحمه كنا كنقلبوا على الدستور ما كنلقاوش، ما كاينش دابا محمد السادس داروا لكم في المكتبات، كاين في الانترنت، وانتوما ما كتقراوش. او فكيفاش كتقول لي انت واعي، انت انسان واعي، انت انسان زعما قاري شويه كتعرف تكتب، انت ما قاريش الدستور اصاحبي، اقرا فيها بعض الفصول، غير بعض الفصول، راه بتحمي راسك باش تعرف الحق ديالك، راه باش في الطريق محترم، محترم عارف راسك، محترم تيحترمك. انا تنهضر على راسي، نيت انا تنهضر على راسي، انا درت طلب، راه درت اوردريت في امازون، راه اوردريت كيعمل غير شحال غادي يقل، كيعمل 26 دولار دابا، قيل 26 ولا 13 دولار، خصني نشوف الاوردر. انا راه عملت طلب على الدستور، خصني نقرا، انا كمواطن مغربي كنهضر معكم، خصني بعد الخطره، خصني نجبد بعض الفصول، خصني تكون عندي النولج، ما غاديش نقدر نهضر دابا نهضر لكم انا على الدستور اش كيقول، لان مادام ما عنديش النولج، ما عنديش المعلومه، ما نقدرش نهضر عليه، ولكن عندي راه يفتح لي مجال، الا درت واحد الفيديو غنقول لكم دير ها القانون اش كيقول، راه خصني نقول لهم الكتاب، نقول له شي سمعت، لا سمعت، لا خصني نقرا بطبيعه الحال. تهضر واحد الحاجه خصك تكون قاريها شويه، عندك معلومه لها. لهذا انا تنقول اول مسؤوليه كتكون بها هو عند المواطن، لان انت باغي تهضر على الحق ديالك وباغي الحق ديالك، وانت ما عارفش الحق ديالك، دونك انت مسؤوليه، انت كتاخذ مسؤوليه. الخليفه راه تتكون عنده، راه تيكون قاري قانون، الخليفه والباشا، هاد الناس هادو راه قاريين، عندهم دازو من هادو، راه ضاربين فوت الباك، يعني واخدين هذا كلية الحقوق. ولكن هنا تنقول لكم كاين واحد الانديكاب، ماشي على انه راه صافي، راه واحد الانسان خدا داز، يعني راه عنده واحد لا ليسونس ديال من كلية الحقوق ولا اسمه، وصافي كيتعطي داك البوست، ولا على انه كيعرف، راه تتكون واحد، انا نعطيكم واحد اكزومبل، راه بحال مثلا واحد الانسان قاري الاقتصاد، خرج من اليونيفرسيتي بواحد الدوغري ديال الاقتصاد، ياك راه ماشي عا كيمشي ويدخل في البنكه او
كيدخل في ستاك ماركت. لا، راه تتكون دروس اخرى، تتكون واحد البريباراسيون اللي كتكون كتهيئو باش يعرف شنو ديك الوظيفه ويقوم بها. هو قاري مش ما قاريش، قاري عليها، قاري ليكونومي، قاري اقتصاد، ولكن كتبقى تيبقى البراتيك، وتتبقى واحد تدير واحد تيدير لك واحد ستاج، كيدير لك واحد لا فورماسيون ديال 6 شهور ولا 9 شهور، تيوريك كيفاش غتخدم هذيك البوست اللي غاتسمو كيفاش. حنا عندنا كاين واحد لانديكاب، كاين اعاقه في الادارات العموم، من العميل، من فوق العميل، من تحت العميل، كاين اعاقه. كتلقى العميل مثلا كان يمكن كوميسير، ولا كتلقاه كان في واحد البوست اخر، كان العمل ديالو كان اخر، عطاوه يديرو عميل، راه كاين اعاقه. هاد العميل اللي عطاو هاد البوست راه ماشي هي كوميسير، كوميسير هو قرا عليها، ياك قرا عليها وعنده ليكسبيريونس اسمو تيعرفها، ولكن نوض تعطي انت عامل ديال البلاد. او علاش كديروا هادشي؟ علاش كتعطي عامل ديال البلاد؟ حيت راجل مزيان، واخا راجل مزيان، حيت راجل شريف، ياك واخا راجل عنده الاخلاق، واخا ما كاين مشكل، واخا، ولكن البوست ديالو راه كاين هانديكاب. شنو انا غادي يسير بلا خصو يسير مدينه؟ ما عندوش واحد، تيبقى واحد الهانديكاب، واحد النقص، ما عندوش الباور، ما عندوش نقولوا ما عندوش القدره ديال يقدر يحل مثلا المشكل ديال المدينه. نعطيكم مثلا الريبان، هذا هما دابا اش كيديروا؟ الامير كيعطي الاوردر للباشا، الباشا القيد كيمشيو للسكن الصافي، عادي بنات كيسب، كيجي المقدم كيجري تيقول لهم محضره بنات كوزينه، كيجيو بغيت نوريكم انا هذا الفيديو. جايين جاو لي جوندارم، جات القوه المساعده، كنقولوا حنا المرود، جاو واقيلا خصهم غير ديك، خصهم غير واقيلا خصهم غير ديك الاداره ديال الرباط، اش كيقول لها كيسمي واحد الاداره ديال البوليس، جاو كلهم، جاو نقول لكم جاو شي 20 صافو. علاش غادي يريبوا واحد السيد يريبوا لها بنات حيط وكوزينه؟ وزيدون هاد زيدون دابا، هذا هو اللي ما بغيتش تفهمني انا. هاد الناس عايشين في واحد الدوار، ياك دوار داير به الشجر والحيط، الداخل، وما عايشين الداخل، عندهم باب واحد كيخرج يدخل منه، كيبنيو الداخل، هما ساكنين، ولكن هما ضايق عليهم الحال، عندهم جوج وليدات، زادت بيت، وزادت كوزينه، ماشي يتسعوا، ياك، وهادشي الداخل، جيتو ريبتو ليهم، ريبتو ليهم كلشي، اودي، ما كاين باس. إلا كانوا بناو على برا، مشاو شي تيرا وبداو كيبنيو، متفق معاكم، أجيو دقدقو داكشي، ولكن الناس راه ساكنين لداخل، راه دوار، راه قبيلة، هادي في الهراويين، راه ساكنين لداخل، راه ما تيشوفهم حد، إلا بغاو يزيدوا بيت حداهم وعندهم تيرا، خليهم الله يعاونهم، ماشي أنتم كتنوضوا فيهم الستريس، واسمو عينيكم تابعين هذيك الأرض. هادو عينيهم في الارض، هاد المسؤولين عندهم شي حد اللي دافعهم من اللور، باغيين كيهددوا دابا هذيك الربا وداكشي، غير تهديدات، شوف كينوضوا فيهم ستريس، تيقول لهم على انكم انتم، انا ماشي انتم اللي كتملكوا تما، حنا اللي كنملكوا هذه معنيتها. انا هادشي اللي بان ليا، ما كاينش المفهوم ديالها. علاش؟ لان الناس كيبنيو الدخل، داير بهم الشجر وداير بهم الحيط، واخا دوز ما تعرفش شكون اللي ساكن، ما كتعرفش شكون اللي ساكن الداخل. دوك اللي عطى الخبر هو شي واحد تما شبشب، وعطى الخبر للمقدم، والمقدم قال للخليفه، ومشات من تما، وجاو دابا جابوا لي جوندار، جابوا ما هاد الوقفه ديال لي جوندار والبوليس اسمو، انا بغيتها تكون امتى؟ بغيتها تكون والمقدم والباشا والعامل وقيله كاع يمكن غادي يجي، امتى بغيت تكون هاد الوقفه اللي كيديروا؟ ماشي باش الوقت اللي غادي تمشي طيب مراه، طيب ليها كوزينه، وطيب ليها الحيط. انا بغيتكم ديروا هاد الوقفه الوقت اللي كيكونوا لي زيميغري حصلوا في المغرب، ياك حصلوا في المغرب وكيناديو، مشات لهم البيه ديال الطياره، مشات لهم الخدمه، مشات لهم اسمو الوقت اللي كيغرقوا الدراري، تيكونوا غادي يهاجروا، هاجري لوروب، وتتقلب لهم الفلوكه، وهذا الجثه ديالهم كيلوحها البحر حداكم في المحمديه ولا في الرباط ولا في قنيطره ولا في اسمو. انا هاد الوقفه اللي كديروا هاد الجندارم وهاد القايد والباشا والعامل والوزير، خاصكم تكونوا تما، تجيو توقفوا تما، وقفوا في الحالات ديال الطوارئ، وقعوا في شي لي زاكسيدون اللي هما يعني
وقعوا شي قتيله، شي هذوك الناس اللي تقتلوا وقتلوا اليوم الكلاب وداو اليوم البقر، تما خصكم تجيو، يجي العامل ويجي يسمو تما، بينوا الهيبه ديالكم باش كتبينوا على السلطه راه كاينه والسلطه راه كتحس بكم، ماشي كتجي توقفوا الا في التدمير والا في الضغط والا باش تريبوا ذاك الضعيف، ذاك البيت ولا ديك الكوزينه، تما فاش كتبينوا السلطه ديالكم، احنا راه حنا موجودين، فاش موجود فاش؟ في الريبان، في التدمير، في السلبيات، وقفوا في الايجابيات، وقفوا في الحوادث، وقفوا في الكوارث، اذا كان شي دوار تحرق ولا دار تحرقات ولا شي واحد تفرقع عليهم البوطه ولا شي ارمله لا حرج لها بولادها في الزنقه، تما خصكم تجي، يجي الباشا ويجي القائد ويجي العامل ويجي لي جوندار ويجي البوليس ويجي السيمي ويجي كاع المخابرات، هي خصها تجي كاع، حنا كاع الا بغينا نكزاجيريو شويه، تما خصكم تبينوا الهيبه ديالكم باش كتعطيو للمواطن واحد الثقه، باش كتعطيو للمواطن واحد الحب، باش كيحب السلطه، باش كيحب البلاد، باش كيحب الملك، باش كيثق في نفسه ويحب جارو، تما في خصكم توقفوا تبينوا السلطه ديالكم، لا واقفين دايرين واحد الحاجز لي بارير يديو باللور وبالسماطي وبالكسوه وبالسوا، هادو ما عليهمش، انا ما تنعقبش عليهم، انا كنعطيكم لا ديسكريبسيون، انا كنعطيكم لي زيماج اللي شفت انا اكثر من ما بين جاندارم والقوه المساعده، وكاين العامل كاين القيد تما وما عرفتوش كاين الباشا ولا ما كاينش، وعاد السيفيل هذوك المقدمين والسيفيل ودوك دوك المراقه ودوك اسمو، نقول لكم اكثر من 20 واحد، علاش؟ وجايبين ديك الدكداكه ديك التراكس، والتراكس بعدا ما يدخلش الداخل، ما نقدرش، لان قلت لكم انا كاين باب واحد ما عندوش فين يدخل، داك التراكس ما كاينش، هذا واقيلا كانوا جايين غير يبو كل شيء، واقيلا راه جابوا هذاك التراكس، راه كانوا غير يبو الدوار كله، ساعه دخلوا من الباب وريبوا الناس المحلات ديالهم، ما تنهضرش على هذه اللي شفتوا دابا، نفس الشكل اللي شفتوا اللي وريتكم دابا، نفس الشكل داروا اليوم نفس الشكل، هذه حالة أخرى، هاد الهيبة ديال السلطة عندكم خاصها تكون في واحد المغربي اللي كيكون كيتحقر، اللي كيتحقر ولا كيتحقر في الديوانة ولا في الدخلة على الإسبان ولا في الدخلة على الناحية ديال جيراننا ديال كانوا كيتحقروا المغاربة كيدخلوا على الجزائر، انا كالعقل كانوا كيتحضروا، كانوا كيضغطوا، كانوا كيحضروهم دوك الديوان، دوك الديوان الجمارك الجزائر على الدخله ديال وجده ومن الدخله السعيديه، كانوا كيحضروا المغاربه، كانوا كيضربوهم، وفي كنتو نتوما بالسماطي والقلده والسلاح واسمو، في كنتو نتوما تما كنتو توقفوا، وكنتمنى هادشي يكون، كنتمنى هادشي، علاش؟ حيت كتعطيو القيمه لريوسكم، الا درتو هادشي كتعطيو القيمه لريوسكم، انتوما راكم مغاربه، وعلى الاقل ولادكم يوقع لهم هادشي، ولادكم الا ما درتوش الهيبه على المواطن، راه ولادكم غيمروا من هادشي، راه ولادكم واحد الوقت غادي يكونوا توما غيخرجوا من الخارج، توما يدوزوا من الديوان على الصبليون، ويخصهم يدوزوا برؤوسهم مهزوزين، ماشي رؤوسهم محدودين، رؤوسهم مهزوزين، علاش ربيتو فيهم ديك القيمه، خاصك تربيها في ولادكم، خاصك تربيها فيهم، باش المغربي ما يكونش خجول، حنا عندنا الخجوله، حنا عندنا بعد، انا شفت بعد لي جورناليست الله يكون في العون مساكن، ما تيمشيو شي حادثه ولا شي عافيه ولا شي حاجه، مثلا تيلقاو البوليس ما تيزعموش تاع راه داك الشاف ديال البوليس، راه هو خص مع من دير الاستجواب، راه خصو يعطيك المعلومه، ماشي البوليسي اللي واقف اللي حادي، لا راه الشاف ديالهم، انت ولا انت كجورناليست راه الشاف، سير عند الشاف قول له اعطيني معلومه خويا، انا جيت ندير الخدمه ديالي، اعطيني المعلومه، قول لي اش كاين، قول لي اش وقع، لا كي ايزيتيو باش يمشي، تا خص الشاف يقول له اجي 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 الشريف، اجي الشريف، اجي اجي راه صوري هنا وصوري هنا وصوري هنا، لا راه خصك تمشي، راه خصك بواحد العظمه بواحد الشخصيه خصك تمشي تقول لهم انا فهمتي، راه تيعرفوك جورناليست، وهو دابا هي دابا مسكينه كانت كدير هذا الوقت فاطمه كانت كدير واحد التصوير على كنت شفت انا قبل على جيت التيران ديال الكره، كانوا اللعاب غايجيو
تعوف الكار ولا داكشي، بغات دير واحد الكوفراج. واحد من دوك البوليسي، واحد من هذوك البوليسي دوك الواقفين، تيقول لها سيري. لا لا سيري، لا دفعينا. لا لا فاطمه، انت خصك تعاونينا، سيري اعطينا تيسع. سيري، وهو تيقول لها سيري اعطينا، وهو تيتبع فيها يقول لها سيري اعطيني تي. راه خدمتها هذيك، انا ما خصكش تهضر معاها، انت ما خصكش تهضر معاها، يا ما خصكش تهضر معاك كاع، يا عطات قيمه ملي هضرت، ما خصكش تهضر معاها، تهضر مع الشيف، مع المسؤول الكبير، خصك تجي تكوفري الكوفراج هذا كيتسمى. تقول لها سيري سيري، وسيرك حزين اللور، وسيرك حزين اللور، تيقول لها سيرك حزين اللور. تاع العالم، العالم اش من عالم، اش من عالم، اش من عالم. بغيت نجيب لكم واحد الموضوع اخر. واحد الدري قطع الاسبانيا، قطع مسكين، قطع بالرادو. الرادو هو داك كي دار البوتيزات، قطع مع صاحبه واحد القصه زوينه كيعاودها البارح ضحكني. قطع بغا قطعوا اسبانيا وشداتو بالضبابه، المهم داروا شي حاجه، ولكن كان ناقصهم شي شويه ديال التقنيات وشي شويه ديال الاورغانيزاسيون باش يتقطعوا لاسبانيا. ظلام عليهم الحال، واسمو كيشوفوا الضوء، ملي مشاو تبعوا الضوء صافي شافوا الضوء، داك الضوء الزرق ديال الباتروي ديال الصبليون، قصدوا هذاك الضوء وخرجوا، طلع عليهم النار، جروا الرادو. هي هذيك فرحانين كيتعانقوا، تمو غاديين وتلقى واحد الزباله، الله يهزو شي بوتيزا داك الشيء باش يسمو، تلقى فيها حليب تطوان. الرادو خرجوا من تطوان، ما خرجوا من اسبانيا. المهم هذاك واحد منهم تيعاود المره الثانيه غادي ينجم، غادي يمشي لراسو، هرب من الشمال ديال واحد المنطقه في المغرب، قطع وتلح في الماء ومشى بالعمان، مشى بالعمان، دار دوك لي بالم ومشى قطع بالعمان. واحد من الناس القوه المساعده، هذه نقطه مهمه بيني وبينكم، مع الدري تلح، شد الحجر، شد هذاك من القوه المساعده، شد الحجر، هاز الحجر، حجر كبير، وتيشير عليه. عباد الله قولوا لي انتوما، ها شتي بحال هذا هو اللي كيطيح من القيمه ديال هاد القوه المساعده اللي الناس حنا كنا في الوقت ديالها كنحقروهم، كنحقروهم لانهم ناس ما ناس دغريين، ناس دغريين، ناس ما كيفهموش، وهما راه باقي فيهم بعض الناس، ماشي كلهم. انا على ما عاود على ما حكى هو، كاين بعض الناس في القوه المساعده اللي كنقولوا حنا المرود، الله عمرها دار، ناس عاطفيين وناس كيفهموا وناس اسمو وناس عندهم مستوى. راه كاين دابا الناس القوه المساعده ما تنساش، راه كاين الدري اللي عنده الباك، كاين الدري عنده بكالوريا، راه غير الظروف مسكين اللي اسمو خصو خدمه، واش غيبقى جالس في الدار يتسنى؟ جاتو الفرصه راه تقيد. حنا ما نجمعوش كل شيء في اسمه، ولكن كيبعث فيهم. انا تنقول للمسؤولين، ما عرفتش علاش الدوله كدير هذه القضيه، علاش كتدخلوا الناس كياخذوا مسؤوليه بدون فورماسيون؟ خاص تعطيهم فورماسيون، ما عندوش الحق يضرب اي واحد، ما عندوش الحق. الدري يتلح في الماء، غامر براسو، انت كتضربه بحجر، وتصور لو كون ضربتيه الراس. دابا السؤال المطروح، لو كون جاتو حجره في الراس وهو كيعوم، كون ضربته هنا في الراس، هنا في المخيخ، وغرق مات، زعما صافي، زعما صافي ضربتيه بحجره الراس غرق مات، انت دابا شنو انت عندك الحق، tu as le droit، زعما راك tu défends de traitoir ديال السبليون. انت دابا هو هربان من المغرب، غادي يبغي يدخل السبليون، ياك دخل البحر ديال السبليون، وانت كتضرب فيه بالحجر، ترى هادشي راه لا يعقل، هادشي راه تيدل على انه راه شي حاجه كاين خلل، راه كاين خلل في الحكومه، راه كاين خلل في الحكومه، انا تنقولها راه كاين خلل كبير في الحكومه، راه كاين خلل. ما يمكنش لكم تدخلوا الناس تعطيهم السلطه هما ما تعرفوش كيديروا، وتيرتكبوا الاجرام، تيرتكبوا الاجرام، ها هو باغي يدير القانون وفي نفس الوقت القانون ولا اجرام. انا ما انا هذاك الدري يكون غرق، يكون ضربته حجر وغرق، واش نتوما غادي هذاك السيد هذاك المخزني، واش غاديو للحبس ولا ما غاديوش للحبس؟ واش غادي يتعاقب ولا ما يتعاقبش؟ بطبيعه الحال خصو يتعاقب. انا تنقول اي واحد كيتصنت لي هذا المخزني، ردوا بالكم، ردوا بالكم، ردوا بالكم، احترموا الخدمه ديالكم، احترموا ريوسكم، احترموا العمل ديالكم، ديروا الواجب، ولكن ما تفوتوش الخط الاحمر. راه تنزل عليك المسطره، تنزل عليك المسطره، راه الا ضربتي شي واحد واثرتي عليه راه غادي تكرفس، راك غادي تمشي للحبس. انا مازال كنامن
بان المغرب مازال يقدر ياخذ العداله، يقدروا يراجعوا الى كانوا والدين الدري خذوا الجثه ودوزوها على الطبيب اختبروها ولقاو بانها تضرب بحجره، وكاينين الشهود، لانه حتى كاين شي واحد كان كيفيلمي هاد 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 هاد. انا كنقول هذا المخزني راك انت بكلخ وراك خطر، راك انت غادي، لان علاش انا جبت لكم هذا الموضوع ديال هذا، انا جرات ليا هذا الشيء اللي كنقول لكم، انا جرات ليا، نقول لكم امتى جرات ليا. انا كنت كنجري كنهود من المدينه القديمه، وكنطلع كنشد بجري على ابو سبيل القديم، وكنطلع على درب تازي، وكنجي على كارتي كوبا، وكنشترق البحر، وكنهوت العيد ديال هذيك كنت كنديرها يوميا سون زاري. كنت كندير نقول لكم كنت كندير تقريبا من تما لاسمو تقريبا واحد 30 دقيقه. تيقوني ولا ما تيقوني، اللي بغى يتيق يتيق، اللي بغى شي يتيق، هذاك المشكل ديال هادشي قبال عويطه ما يبان. المهم انا كنت راجع من عندي، وهادشي كنقول لكم كنطلع 30 دقيقه وكنرجع 30 دقيقه. دابا طلعت العيد ديال، وانا دابا راجع ودايز على بيبسي، وها كتعرفوا داك القصر ديال الملك، القصر ديال السعودي. انا كنت كنجري في الوسط، كان ديك الساعه الوسط راه حيدو، كان الوسط كان الربع، كان دايرين شجر، كان دايرين لي بلونط. انا كنت كنجري تما طالع، حتى كنحس بالطوموبيلات كيفرانيو من هاد الجهه ومن هاد الجهه، درت ويدوز لي واحد الحجره من حدا راسي، درتها جاب الله، درتها ويدوز لي حجره كبيره، حجره دارت لي احنا راسي. شكون اللي كيشير بالحجر؟ واحد من دوك المخازنيين اللي عساس على القصر ديال السعودي كيشير. قلت له علاش كتشير؟ قال لي سير تسع، قال لي جري في تسع، سير حيد من هنا. وانا بعيد على القصر، ما كنجريش، دابا ما كنجريش حتى في التروطوار ديال القصر، ما كنجريش فيه، فهمتي؟ هذاك التروطوار ديال القصر ما كنجريش فيه، وزيدوا هذاك التروطوار راه تيكون الطرف ديال القصر والطرف بيبليك. دابا ردوا بالكم على القضيه، دابا ديما التروطوار راه تيكون الطرف ديال المسؤولين مول البني والعماره ولا اسمو، والطرف كيكون بيبليك. انا ما تنجريش تما، انا تنجري الوسط، تنجري عقلتو على داك. كان واحد في الوسط الطرق كانت مقسومه على جوج، وكان الوسط دايرين النخيل الصغار والربع والنوار، انا كنت كنجري تما، هو كيشير عليا بحجر، كيشير عليا بحجر. ساعة ما خليت فيه، ما خليت مو، خليت مو عمرتو، قلت له يا الكلب، وحاشا المخازنية واش كلاب، هذاك الإنسان، هذاك كان كلب في هذيك اللحظة، كان كلب، وكان مخزني، وكان إنسان، ولكن لا رياكسيون ديالو والانفعال ديالو بالنسبة لي أنا كان كلب، كان كلب، ما كانش بشر، حيوان سوفاج. المهم أما قلت له لك تي راجل، قلت له لك تي راجل، أجي عندي، ما تشيش بحجر، جي عندي وضربني بالحجرة. قلت له لك أنت راجل، أنا واقف، عرفتي؟ ودوك الطوموبيلات، شي واحد الطوموبيلة داز حداهم بغات تضرب لهم باربريز، كانوا جايين طالعين، واحد الكابل، واحد ستوبد، بقاو كيشوفوا فيا أنا، وما تيشوفوش فيه هو، تيشوف فيا أنني أنا هو اللي كنفعل، أنا ماشي أنا هو لا فوتيف، أنا ماشي فوتيف. هاد القضية بعض المغاربة فيهم تيجيو من الجهة تنبان لهم ضعيف، هذاك قوة، هذاك ما يقدروش عليه، عنده الكسوة، عنده، بقاو كيشوفوا فيا أنا بحال بغا يعيبوا عليا أنا. قلت لهم واش كتشوفوا فيا أنا؟ واش كتعيبوا عليا؟ الشوفان ديالهم ما هضروش، ولكن تلقى الشوفة ديال، كتعرف الشوفة شنو كتعبر، واش كتشوفوا فيا أنا؟ أنا فوتيف؟ ماشي أنا فوتيف، نهضروا مع هذاك، هو اللي كان هيرس لكم الدجاجة، ماشي أنا، أنا ما كنضربش بالحجر، هو اللي كيضرب بالحجر. قلت لهم زيد تحرك، حيد من قدامي. المهم بقيت عليه بالسبان، وتبيت غادي، بجيت كنجري، حبس هو من اللي شافني قصحت معاه، حبس من، وعنده الحجر وحاطهم حدا رجليه، هذا عاس على القصر، حاط الحجر حدا رجليه. راه بعض الناس غيسمعوا هذا الفيديو، راه شافوا داك الشيء، يمكن راه شافوا هذا النوع ديال هذا البشر، هذا انت عساس على القصر، تاجدك ضرب واحد كيجري على الحجر. وهي هذيك تميت غادي، وكاين واحد المخزني الفوق في القد ديال الحيط، وقال لي اشريف، كيعيط لي، قال لي اش كاين واش واقع؟ انا قلت له، حتى هذا منين جيتو هذا؟ قلت له راه كيضرب الناس بالحجر. قال لي اياه، قلت له اياه، قال لي واخا غادي نشوف معاه، هي هذيك الناس تخليته هو يشوف معاه ولا ما شافش معاه.
انا تنقول لكم القضيه ديال المخازنيه اللي كيضربوا بالحجر، هو حاطينهم باش يعسوا في شي بلاصه ولا شي حاجه، كيضربوا بالحجر، ما تضربش بالحجر، ما تضربش، خذ صفاره، صفر صفر، وقف هذاك الانسان، وقف شي، خليه يمشي ولا يهرب ولا يدير راسه، الا فك ما تشدو شدو، ما فك شي ما تشدو، خليه يضربوا بالحجر، انت كون قتلتي هو كيعوم وتضربوا بالحجر. او المهم حاشاكم هذا الحمير ديال هذا البشر، هذا النوع ديال البشر، ماشي مخازني يكون محمير، ولكن كنهضر على النوع ديال البشر، هذا الحمير مالوروزمون هادو عندنا، هادو مازال عندنا ومازال كيعيشوا معنا، ومازال كياخذوا المسؤوليه اللي ما تعرفوش شنو هي القيمه ديالها، ما تعرفوش العمل ديالهم، ما تعرفوش العمل ديالهم، لان علاش انا نرجعوا للموضوع اللي قلت لكم اودي، انا تنشوف بان الدوله نقولها نكرر، الدوله تيعطيو المسؤوليه لواحد الانسان بدون لانفورماسيون باش يبقى تحت يديهم، يبقى يتسنى ديما في التعليمات، الشاف راه خصني نمشي ولا هادي، انا كنتسنى التعليمات، كل واحد اللي عنده شي بوست ما تيقدرش يدير، ماشي حر فيه، لانه علاش ما عندوش ليديكاسيون، ما عندوش، ما قراش عليه، او خصو يبقى يتسنى السوبيريور ديالو هو اللي يهز التليفون يقول لي اش دير اش دير، ورا هذا هو المشكل العويص اللي حنا في المغرب، التعليمات، ما عندهم الا واحد، عندهم غير واحد لا بيريود، واحد 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 الوقت اللي ما كيتسناوش التعليمات، ملي تيكون الانسان ضعيف وغادي يغلبوا عليه ما كيتسناوش التعليمات، ما كيتسناوش التعليمات، هكذا بغى يجي يريبوا لهاد السيده كوزينه ويريبوا لها البيت، اش غيتسناو التعليمات؟ السلطه خدامه، لا حنا قايمين بالواجب، هادو كيعرفوا ما يديروا، ولكن ملي كتجي في القضيه ديال في الحقوق باش يدافعوا عليك الحقوق ديالك، باش يناضلوا معاك ويوقفوا معاك كالمهاجرين اللي وغلوا في المغرب، اللي عندهم ديورهم، عندهم ولادهم، وجاب غير عطله واحد لابيرو، كاين اللي عندهم مو مريضه، كاين اللي عنده باه مريض، كاين اللي يجي يدفن والديه، كاين اللي يجي يبيع الدار، كاين اللي جاي يبني، كاين اللي يجي، كل واحد الله اعلم، الله يكون في العون واسمه، محتاج جا دخل غير واحد جوج سيمانات ثلاثه، هاد العباقره ديال عندنا، العباقره ديال هاد الوزاره اللي كياخذوا التقارير البارح وكيطبقوها، كياخذوها في 7 ديال العشيه وتبقاها في 2 ديال الصباح، ما عندي ما تسالو، تياخذوا التقارير، تيعرفوا ما تيتسناو لا التعليمات ولا والو، تياخذوا التقارير، واحد 6 ديال السوايع 7 السوايع كياخذوا التقارير وكيطبقوها، راه الانسان تيقول لك، قال لك يول برينير اللي كيعرف لكم يول برينير، ممثل اكبر، واحد في الممثلين الكبار، نقول لكم وقعت لي واحد القصه، يول برينير كان عنده واحد كانوا عنده الناس كيخدموا في الدار، عنده قصر حتى هو، عنده كيخدموا، واحد الخادم كان دا خدام ديال الدار، دار شي غلطه، دار شي حاجه اللي اسمه، هو عيط لي يول برينير، قال له ودي، قال ليه لا راه ما خصكش دير اسمه، ما خصكش دير هذه، ها كيفاش، كيفاش شرح ليه، ما عيب عليه، ما ضربوه، ما هددوه، ما لا ما ضربوه، ما قدرش يضربوه، الامريكان هذه ما قدرش يضربوه، قدرش يقطع عليه يديه، قطع عليه يديه الحكومه، تقطع عليه يديه والله، تقطع عليه يول برينير والله، الحكومه تقطع عليه يديه والله، تقطع عليه يضربوا. قال لي ودي راه هاد، شوف هاد المره اخرى ما تديش هذه، اصلح ليه. هذاك الخدام عاد مشى دار غلطه ثاني، عاود المره الثانيه وعيط لي ويبرينا، قال لي شوف راه الانسان تيغلط مره واحده، تيغلط جوج راه ما تيغلط جوج، وهادو الوزراء عندكم راه تيغلطوا كل خطره، كيغلطوا كل خطره، كيغلطوا كل خطره، وهذا عمل ديالهم، هادو عمل، هادو لي ديسيزيون، كتعملوا لي ديسيزيون بدون ما كتهضروا مع المواطن، كتعملوا لي ديسيزيون بدون ما كتخرجوا قرارات، بدون ما تدوس في البرلمان، بدون ما يصادق عليها البرلمان، وحنايا ما عندناش دستور، ما عندناش دستور، غليتوا وزتوا في السلعه في الوقت اللي الناس مدهيه ومخلوعه ومدهشره مع الكوفيد ومعرقله ومغلوبه ومسخسخه وما عندهاش الفلوس واسمو، انتوا غليتوا السلعه، غلزتوا مع المازوت ولا ما زدتوش شي ثلاثه ولا اربعه ديال المواد، واش ما كتوقعش الدول اللي كتحترم راسها، ما كايناش هذيك، ما كتزيدش في ثلاثه ديال المواد ولا اربعه ديال المواد، كتبغي تزيد في ماده وحده وكتحطها في البرلمان باش يصادق عليها ولا ما يصادقش عليها، هذا
الناس دولة القانون، الحق والقانون، هي دولة الحق والقانون. ما كانتيش انت وزير وكتنوض كتتفق عليها مع صاحبك بحال داكشي العصابات، تتفق عليها اليوم مع 12 ديال الليل وتطبقها في 8 ديال الصباح. ما كايناش ما كايناش. ما تنوضش تقول للناس راه صافي راه حنا قفلنا الطيارة، ما كاين لا طير ولا ننزل، بدون ما تعطي واحد بدون ما تستشر مع البرلمان، وبدون ما تعطي واحد الفرصة للناس اللي غادي يجيو، اللي مقطعين واللي ما مقطعيش. علموهم، علموا الناس، قول لهم اودي اللي عنده شي تيكيت على برا وغادي يجي للمغرب راه حنا غادي نمنعوا الفول، راه ما غادي نتقبلوا حتى شي فول، لكن وباء جديد. والناس اللي هما داخلين، الناس اللي نتوما داخلين وبغى يمشي، اللي بغى يرجع للبلاد، البلاد اللي كيخدم فيها وكيعيش فيها، راه كنعطيكم مهله من هنا واحد جوج الاسابيع، نضموا ريوسكم وسيروا، ما تزربوش، راه عطيناكم الوقت بشويه عليكم، هزوا المسائل ديالكم ورجعوا للبلدان اللي كتخدموا. راه حنا النهار الفلان الفلاني في الشهر الفلان الفلاني راه ما غاديش يكون الفول، ما غادي يكون. هذه هي الدوله اللي كتحترم راسها، ودوله اللي كتحترم المواطن، ودوله اللي كتشوف المواطن، المواطن ما كتشوفوش كدبان ولا كناموس ولا كدجاج. هذه هي الدوله، هذو هما المسؤولين، هذو هما اللي كيقدوا المسؤوليه، وهذو هما الناس كيحترموا رؤوسهم. وانتوما بين عشيه وضحاها كتاخذوا قرارات وكتعملوا لا ديسيزيون، ما كتضربوا كل شيء داكشي في عرض الحائط. ما عندكم سوق، لا يكون مريض الانسان ولا كي خصو ياكل الدواء، ولا عنده رانديفو مع الطبيب خصو يرجع لامريكا ولا يرجع لاوروب، عنده موعد مع الطبيب، حتى تكون هذه راه عنده مواعيد مع الطبيب، راه متبعين لهم التحاليل، متبعين لهم، الله يكون في العون. ما كتاخذوش والتقارير ديال كتنوضوا تمشيو تريبوا لهذيك السيده ولا السيد، كتريبوا لهم الديور بدون البديل، بدون البديل، بدون البديل. كتنوضوا تاخذوا التقرير، جا عندكم المقدم كيجري كيجري كيجري، حدا بنات كوزينه كتمشيو كتريبوا بوم بوم بوم، ماشي كتريبوا على الكوزينه، كتريبوا حتى البيت اللي ساكنه فيها. عندكم الجهد، عندكم الجهد والقوه في واحد السلبيات، في واحد الردم، في واحد الهدم. الا كاين شي فساد، هذا كيتسمى فساد، هذا كيتسمى فساد، هذا هو كيتسمى الفساد. ملي كتضرب الحق المواطن من حقه، كتضربوا لي زيرو، راه فساد. انا شنو هو الفساد؟ خصنا نديروا واحد الفيديو خاص باش نشرحوا شنو هو الفساد. الفساد شنو هو الفساد؟ الفساد راه ملي كتضرب القانون، ملي كتضرب الدستور في الزيرو، ما كتعطيش الحق للمواطن، ذاك الدستور اللي عنده حقه راه فساد، ذاك راه الفساد. حنا ما عندناش القوه ديال السلطه كتوقف معنا في شي حاجه اللي هي كنكونوا فيها حنا مغلوبين. ما كتجيش القوه هذه، السلطه هذه اللي كيتصافوا وكيجيو الباشا والقدام والعميل واسمه، ما تيجيش يوقف معاك في هذيك الحاله اللي خصهم يجيو في هذيك الحاله، هذيك المرحله خصهم يكونوا تما. انا تنظن كما قلت لكم قبل، انا تنظن المشكل ديال المغرب وهاد الانفراستركتور، هاد البنايه التحتيه ديال الادارات العموم، هذه كلها خصها تعاود. وهاد الباترن ديال السيستم ديال العميل والقدام والباشا خصو يتعاود، خصو يتلغى، هادشي خصو يتحيد. هاد السيستم اللي خلاته فرنسا قدام ورشا، الديور اللي بنات في المدن والكريانات اللي هما مبنيين شحال هادي قدام ورشا راهم كيريبو ياك، ما عندكمش الامكانيات باش تبنيو لهم فابور ياك، وخليهم يبنيو، خليهم يصلحوا. اوكي، الدار عندها جوج ديال ليطاج، يعني سيانتيفيكمون الا زدتي طبقه اخرى غادي تري ياك، متفق معكم هذاك الليغال ما خصهاش تكون، ولكن الا كانت كتطيح لهم القطره خليهم يعاودوا السقف، ما تقولوش لهم لا ما عندكش الحق، ما عندكش الحق، لا خليهم يعاونوا، لانهم الا ما خليتهمش يعاونوا هادشي علاش كتريب المدينه، ضرب الطليان هادشي علاش كيريب، ضرب الصبريون هادشي علاش راب، هادشي علاش راب، لانك كتمنعوهم باش يصلحوا، ماشي يبنيو، باش يصلحوا كتمنعوهم. مادام ما وفرتوش لهم السكن خليهم يصلحوا، على ناخذوا الوقت باش ما نطيحوش في مشاكل، ماشي انسان طيح عليه السقف ودري صغير صابي طيح عليه عطبو، غادي يولي عله في المجتمع، الا طاحت عليه الراس راه غيولي منقول، والا بقى في الحياه راه الدماغ ما غاديش يخدم، وشكون اللي غيتكلف به؟ ولا عطبات والديه راه ما غاديش يوكلوا هذاك الدري، شكون اللي غيوكلوا؟ انتم ما كتحملوش المسؤوليه، المسؤوليه ديالكم ما كتحملوهاش،
كأنكم ما كتعرفوش العواقب قبل ما تجرى. انتوما في الإدارات عندكم المسطرة، عندكم المسائل باش تغيروا الوضع. ما تتغيروش الوضع، راه كتزيدوا كتوعصوا في المشاكل. السيدة بنات باش تسع شوية، ما كاين مشكل، بنات كوزينة راه مزيانة، لأنك كطيب في البيت راه هذاك الغاز كربونيك، هذاك كيتسمى غاز كربونيك. عباد الله، واش انا تنشوف، انا تنقول واش انا، واش غير انا بوحدي اللي كنفكر هكذا؟ واش انا غير بوحدي اللي كنفكر هذا؟ واش السيدة عندها 4 نفوس ولا 2 نفوس كطيب في البيت، راه ما كيبقاش عندهم الاكسجين؟ عباد الله، راه عاش دار كيوليو مونغوليان، عرفتي مونغول، ماشي دوك المونغول اللي عندهم دوك العينين كبار والريوك دايزين ليهم، ولا راه ماشي ما كيت ماشي غير هذاك اللي كيتسمى مونغول. راه واحد الانسان دري كيبان لك عادي، ولكن كتهضر معاه بحال كتضرب شي، بحال كطيح، بحال كتكب الماء على المسن، المسن تيمومه اللي كنتوضوا بها، بحال كتكب الماء عليها. دري كتهضر معاه ما كيفهمكش، ما كيتصلاش. هذاك راه منغول، هذاك راه كيتسمى منغوليا. وشحال عندنا هذا العدد ديال هذا النوع في الدروبه؟ شحال عندنا هذا العدد ديال البشر اللي عندنا حنا كيعيشوا معنا في الدروبه، وكيمشي للمدرسه يقرا فهمتي، وكيشد الباك الغريب كيشد الباك، وكيقدر يولي حتى هو مخزني ويضرب ويضرب دوك الاساسيده بالنصوصه فهمتي، تيتصاف مع ملي تكون مظاهره وسموتها، هو كيتصاف كيشد الباصه مع هو كيبان. هذوك ماني مونغوليان اللي عندنا حنا، او كياخذ الكسوه ديال المخزن حتى هو تيضرب عباد الله بديك العصا الركابي، لا ضرب الركابي راه مزيان، راه كيضرب الراس. هذوك ماني مونغول، هذوك كيتسمى مونغوليان، هذوك كيتسمى مونغوليان، يعني مونغوليان ما تيفهموش المسؤوليه اللي واخدين، الكسوه اللي لابسين، ما تيعرفوش وما تيفرقوش ما بين الانسانيه، ما تيعرفوش بان المناضل، ما تيعرفوش راه هذاك اللي كيناضل راه كيناضل على ولاده، راه على المستقبل ديال البلاد، على الوطن. منغوليان وكي كياخذ غير كيتسنى غير علاش كيحطوا هاد لي منغوليان؟ علاش؟ لانه داك القائد الكبير ساهل باش يمانيبيليهم، حيت الا حط واحد الانسان كيفكر واعي واسمو ما غادي يدير ليه العرقله فهمتي، غادي ما يمشيش في الخط ديالو، غادي يدير ليه العرقله، وربما غادي يحن، ربما غادي يعطف. هما باغيينش، هما ما باغيينش داك اللي يحن ويعطف، اللي كيحطوا لكم الصف بالزراوت كيحطوا أكثرية فيهم منغوليين، أكثرية منغوليين، هادو اللي منغول، الناس اللي عندهم عطب، الناس اللي كبروا بدون أكسجين، الناس اللي الوالدة مسكين، الوالدة ديالهم الله يخليها لهم، الله يرحمها، اللي دارت المجهود ديالهم ما عرفهاش دارت المجهود ديالها، كانت كطيب في بيت، كانت كدير البوطة في بيت، وكطيب العشاء والغداء والفطور في بيت واحد، ما عندوش الكوزينة، دوك داك الأكسجين اللي الدراري قاعدين تما غادي يشموه ما كاينش، كان ناقص. دونك تيولي عندك العقل منقول، ما كتفكرش، كتفكرش مزيان، ما كتكونسونطراش، حتى الحواس ديال الاحساسات ديالك كتقصح، كتولي نام، كيسميوها نام بالانجليزيه، نام هي نامنيستيك، وقيلا يمكن بالفرنسيه الا ما خانتنيش الذاكره، نامنيستيك يعني ما عندك احساسات، ما عندكش العواطف، ما كتفكرش. علاش الله رزقنا العقل، أكبر رزق أعطانا الله، وكل دابة على وجه الأرض إلا برزقها. شنو معنيتها؟ لا إحنا كنمشيو للماكلة، لا 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 لا، كل دابة على وجه الأرض إلا برزقها هو العقل والمخ. الطيور شوف المخ ديالهم، تعرفوا من العدو وتعرفوا اللي كيحن عليهم، الحنش تعرف من العدو اللي كي واللي انا كنت غادي في اسمو كنت غادي كنشوف كنت كنت خديت موطور ومشيت، جيت المحمديه ومشيت على طريق لا سمير، وغير باري كوريوزيتي حطيت الموطور باكيتو ومشيت دخلت على، كنت واحد المرجه، كانت واحد المرجه دايره على لا سمير، والربيع خضار، وكان الوقت ديال الماء زينه، واحد الدنيا زينه كانت، وبالصدفه لقيت السكري، لقيت السكري علاش؟ البحر عينك ديابو، سيدي عبد الرحمن المحمدي يهرب منها الحوت وتيخرج لنا الزفت، جا كان كيجي من لا سمير، قلتها لكم قبل شحال هذه ونعاود نقولها، كان كيجي من لا سمير، دايرين واحد الواد، واحد ليغو دايرينو من ديك لا بيغيفاسيون ديالهم اللي كيصفي فيها الكودرون، وكيلوحوا لنا الزخت، وهذاك هذاك السعودي شكون هو هذاك الانسان اللي كان كيورد داك الشيء، كيلوح لنا داك الزفت
وكيدخل على البحر وكيدوز على المحمديه، جرع الحوت كله، قتل الحوت كله. هذه بعدا انا كنقول تحيه للمسؤولين اللي حيدوا هذاك السدو هذاك اللمس. انا كنقول لكم تحيه وشكرا، انا من قلبي الخالص ما كنسبش، من قلبي الخالص تحيه لكم وشكرا. عبرتوا عبرتوا، كانوا كيوسخوا البحر، كيوسخ لنا البحر وهربنا الحوت، الصياده في الناس ديك. المهم انا ما دخلت هنا لهذا الموضوع، ماشي هذا هو قصدي، انا غير زدت هذيك في الطريق. دخلت كندور في هذيك النواحي الربيع زينه، شهيت هذيك البصره ندوز فيها البيكنيك. انا غادي وانا نشوف الفعا، الفعا انا كنهضر لكم، انا كنهضر لكم على داكشي اللي خلق الله ياك. شفت الفعا، اقسم لكم يمين بيني وبين ديك الفعا، نقول لكم واحد نسميتو انا في الطريق ديالها ياك. اش دارت هذيك الفعا؟ الفعا كبيره من دوك الفاعيل اسمه، تكحزات. شوف سبحان الله العظيم، تكحزات وخلتني ندوز وانا ما اديتهاش وهي ما ادتنيش. كل دابه على وجه الارض عطاها الله الرزق ديالها، الرزق ديالها هو الفكر. اول رزق عندك هو المخ، الا ما عندكش المخ ما يمكنش تاكل، ما يمكنش تعيش، ما تمشيش على طريقه الماكله. لا 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 لا، ارفع رزق عطانا الله هو المخ. وشوفوا جميع المخلوقات، كاين المخلوقات اللي عاشت قبل الديناصور ومن بعد الديناصور باقا كتعيش لدابا، الرزق اللي عطاها الله، الرزق اللي عطاها الله هو المخ، عاشت به. دونك حنا الرزق ديالنا ديال المخ ديالنا ما عرفناش نتصرفوا به. كذا من كذا من شحال واحد انتهى الحياه ديالو، مشى سويسيدا انتحر، هو باقا عنده 20 عام 16 عام، غير وقعت ليه مشكله وتعقد واسمه صافي، ما بقى كيشوف الحياه والو. هذاك حد الرزق ديالو بيدو، ماشي الله، لا ماشي الله اللي قال لي سويسيدا، ماشي انتحر، ماشي مكتب عليه، لا هو اللي كتب على راسه. كذا شام واحد، بنات ودراري، وهي غالبا حنا كاع كنمروا الحياه هي هذه. لا بدا كيكون عندك واحد، كتعيش في واحد لا بيريود اللي هي قاسيه، هنا ما عندكش والديك اللي عندهم الامكانيات يساعدوك وكيفهموك، ودزتي في شي عائله فقيره وتوما فقيرين من الرزق ديالهم، فهمتي، فقيرين من الرزق ديالهم، لان شنو اللي كيرزقك؟ الفلوس، وكيرزقك المهنه، وكيرزقك الثقافه، وكيرزقك هو المخ. اتفقي معايا؟ هو المخ. تقولش لي اه رزق على الله، تتهضر معاه تيقول واه رزق على الله، فين هو رزق على الله؟ انت كتهضر على الفلوس، كتهضر على البيض بنك، كتهضر على البيض بنك. هذاك بعدا حنا خصنا نديرو فيديو بوحدو على البيض بنك. هذوك البيض بنك بعدا راه حرام، راه حرام. الا جينا الا جينا نشوفوا الاسلام راه حرام، راه حرام، الدولار راه حرام. الا جينا نشوفوا، لا راه خصنا نديرو فيديو اخر. راه كاين واحد كاين واحد واحد ديكسبير خبير، الشيخ عمران حسين، دخلوا اليوتيوب وقلبوا على الشيخ عمران حسين، هو مختص في هادشي ديال هادشي ديال ستادي ديال ليزيتود ديال الفلوس واسمو، راه كيذكرها لكم مزيان مزيان، كيفسرها مزيان. احنا راه حنا الله الله راه الله هضر معنا في القران، صافو بالفضه وبالذهب وبالنحاس، وقيل يمكن النحاس، النقره، الفضه والذهب، يمكن النقره، كاع المواد اللي هي الصلبه اللي في هذه المواد اللي هضر، هي اللي هي فلوس، هي اللي كتسمى المعامله، هي اللي خصنا نتعاملوا بها. اما تطورات الامور وهالناس اللي هما شياطين حيدوا هادشي داروا ليبيين الا المصالح ديالهم، وهذه ضعفات، هذه ضعفات الاقتصاد الاسلامي، هذه ضعفات الدول وضعفات الفقرات وغناتهم هما، لانهم هما اشنو؟ لانهم عطاهم الله رزق واحد الدماغ وقراوا وفهموا وداروا وجاوا من عمل الشيطان، داروا العمل ديال الشيطان، ما داروش العمل ديال الله اللي وسع عليه، لانهم هما كفار. ماشي كاع الغرب كفار، انا بغينا نهضروا على هادشي راه فيه. انا كنهضر واحد الطبقه معينه اللي سبات في العالم كله، اللي دارت البيض بنك باش تفاسيليتي الامور زعما، وهي المصالح ديالها. هادي باش حاكمينا، راه باش حاكمينا بهادي، راه ما شنو علاش الاسلام كيخطر عليهم؟ علاش كيخطر؟ راه كنقول لكم يا بلاد العرب المسلمين، رجعوا للاسلام، رجعوا للاسلام. راه اللي بغيت تقووا راه ماشي بالسلاح، راه ماشي بالسلاح باش غتقووا. نقول لكم واحد القضيه، راكم ما تربحوش الامريكان، ولا تربحوا روسيا، ولا تربحوا الغرب، والله ما تربحوهم، ما غاديش تربحوهم بالسلاح. واخا تصنعوا، واخا انتم تصنعوا، والله لا ربحتوا بالسلاح. لا هما ساقي،
كاينه اسلحه اللي مصوبه الميريكان ما كتهضرش عليها. راه بغا تربحهم الا بالدين، الاسلام هو اللي باش تربحهم. راه بغا تربحهم الا رجعوا للعقيده ديالكم، رجعوا للعقيده ديالكم، رجعوا للتوبه ديالكم، رجعوا للقران ديالكم، راه هو باش غتربحوا. غنقول لكم كيفاش غتربحوا، سامبل سامبل. ما تعطيو ليكزومبل، لان حنا كل واحد فينا مرسول، كل واحد فينا حنا كاع رسلاء، حنا كاع كنسموا مرسولين، حنا كاع رسلاء، وحنا رسلاء بالكتاب، بالكتاب اللي نزل عندنا، خصنا نعملوا الدور ديالو، خصنا ننشروه. وباش غنشروه خصنا نعطيو ليكزومبل، ماشي نقول له ها كافر كتاكل لحم الخنزير، كتاكل تشرب كتشرب الشراب الخمر، اه انت كافر. لا لا، ماشي هذه الطريقه. واش هادشي اللي كيديروا العرب؟ شي كيديروا كيبقى شي واحد كياكل اه تو اخ تاكل الحلوف اخ، لا ما تسبوش. وما عارفش هي ما عارفاش، كبرت في واحد النمط، كبرت في واحد السوسايتي، كبرت في واحد العائله كتاكل لحم الخنزير وكتشرب الشراب. ولكن انت ولا انت بغيت تنبيها، جيب واحد ليكزومبل. وليكزومبل شنو؟ ماشي الهضره، مثال، مثال، المثال اكثر من الهضره. تيقول لك الصوره فيها ألف ألف كلمه، ياك تيقول لك صوره فيها ألف كلمه، هذه معنيتها الصوره كتعني ألف كلمه. انت ولا انت اللي غادي تقول لي كتاكل الحلوف وغتسبو وتكريتيكي يا خو اسمو، وصلي وعبد الله ودير الاحسان ودير المعامله ديالك مزيانه وتعامل مع الناس وحن وصدق ونهي الا قدرتي تنهي واسمو واعطي المثال. خلي هذاك السيد وهذيك السيده يجي يسولوك يقول لك شكون انت، منين انت، اش من ديانه انت، انا عجبتيني، انا هاد الاوصاف اللي فيك عجبتي، بغيت نعرف شنو، كيفاش قريتي هادشي، كيفاش تعلمتي هادشي. خليهم ما يتساءلوا، ماشي تجي تبقى كتشاطي في فيسبوك وتسب فيه، ولا كتشاطي في يوتيوب وتسب فيه، ولا كتشاطي في انستغرام وتسب فيه، ولا الواتساب، ولا اسمه وطعنوا وطعنوا في داكشي اللي كيامن به وتقمعوا اسمه. راه ماشي، راه ماشي اسلام، اسلام ما جاش بهكذا. كان كيقول واحد المثل، واذا رايت الناس يعبدون الحمار فعليك بالحشيش. هذا مثل قديم ما خصناش ننساوه. حنا الحضاره ديالنا الاسلاميه هي اللي غادي، هي اللي غادي تسيطر. حنا كنقول لكم المسلمين هما اللي غادي يستعمروا، باش ما يستعمروا المسلمين هما اللي راه في الاخير قال لك الاسلام هو اللي غادي يدوميني اسمه. وياه كيفاش فسرها؟ كيفاش؟ راه بالمثل، راه ماشي بالسلاح. وحنا كنبقاو نتسناو، لا راه حكا الاسلام هو اللي غادي يشتي هادشي كلشي. ما تخافش، هادشي كلشي هادشي الاسلام هو اللي غادي يتقدم. والاسلام باش انت، انت اللي كتهضر بفمك، انت اللي كتهضر ما كتصليش، انت اللي كتهضر ما بخلقش، انت اللي كتهضر كتدي ديال الناس، كتكذب، كتعدى، كتظلم. باش بغيتي الاسلام يتقدم؟ اش من جيل؟ ايه الاسلام غادي يتقدم في المستقبل، ولكن ماشي بك انت. الاسلام غادي يتقدم بهم هما، بهالناس اللي عندهم تكنولوجي، وهالناس اللي قارين ومثقفين، هما اللي غادي هما اللي غادي يقدموا الاسلام. لان معلاش هما اللي غادي كيمشيو يقراو الكتاب. دابا هاد الناس علاش الاسلام كياتيري لي زانتيليكتويال والمكلخين عندنا كيمشيو للمسيح كيقول لك انا ما بغيتش نبقى مسلم، ياك هما كياخذوا المكلخين، حنا كناخذوا العباقره. راه هذا هو الاسلام باش غادي كيدوميني. ولكن باش دي زيكزامبل، دي زيكزامبل. راك كنا حنا كنطبقين الاسلام بزاف، الحكومات ديالنا كيعملوا واحد المجهود ديالهم وكيطبقوا القوانين ديالهم بالاسلام، بالاسلام، بالاوصاف ديال الاسلاميه. وهذاك هذاك ترامب، شي ترامب والله ترامب تيسلم، والله تيسلم. شي ذاك البريزيدون ترامب والله تيسلم. سير ناقش مع ترامب قول لي علاش ما كتحملش المسلمين، سير ناقش معاه، ناقش معاه. ما عمرو قرا كتاب القران، ما تيعرفش القران. انا شاف 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 الحكام، شاف الحكام كيفاش كيتعاملوا. المسلمين هما اللي يقدموا، هما اللي خصهم يعطيو ليكزامبل كيفاش كيتعاملوا مع الشعوب. واش هذاك عباد الله قتل، قتل جورناليست وذبح جورناليست في القنصله؟ هذه القنصله هذيك انا كتسمى هذيك اللابراتوار، الباطوار هذيك قنصله، 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 مكتب قنصله. هذا اللي كيريبريزونتي البلاد ديالك ما احترمتيش. عندك حسابات مع السيد جورناليست كيتكلم كيعبر على نفسه، مشيتي ذبحتي قطعتي طروفه ورمعتي الدات ديالو كلها في الطواليط وجبتي الراس ديالو
ديته الراس وهداه للملك، هداه داك الامير ولا الملك ولا داك الشيطان. واش غادي يقولوا الغربيين؟ دابا شوفوا الشوهه كيفاش كيشوهوا المسلمين. خاصكم تعرفوا الغرب راه مطور، اذكياء، علماء، عباقره، راه عندهم تكنولوجي. راه التكنولوجي ماشي كيصاوبوا بها غير السلاح، راه تيخلقوها ايديولوجيا، كيخلقوها افكار وتيلعبوا بها على الحكام. وانا من هذا المنبر كنحيي الملك محمد السادس، ذكي وتيعرف هذا الشيء، ياك ما تيطيحش في الفخ، تيحاول ما امكن كيصيدوا بعض الخلاط في الخوخه، وعنده اللي كيصيدوا، عنده هذوك الناس اللي معاه داخل، بحال هاد الناس اللي كيمشيو كيديروا خدمه عشوائيه السلطه، هذوك كيصيدوا الملك كينصبوا. انا كنقول لكم هذا نصب. اي عامل موظف كبير في البلاد تحت القياده ديال محمد السادس كيخالف الاوامر، كيخالف الدستور، انا كنسميه نصاب، كينصب على الملك، كينصب على الحكم ديالو. انا خذوها من عندي، كينصب. المهم علاش هاد الناس كيديروا، كيفاش كينصبوا على هاد الحكام هادو؟ انا هما اللي يزيدوا. هو دابا راه خدا بان هذاك الجورناليست بانه عادو ضده، واش كان هو راه كان منحاز اليه، هو راه كان كيأيد البلاد ديالو. هذاك راه ما فهمش، هذاك القاجوجي ولا هذاك الجورناليست اسمه راه ما كانش ضد هاد خينا هذا، ما كانش ضده، كانت عنده افكار، كان بغي ليبيري شي شويه السعوديه اسمه صافي، ماشي ضده، ما كانش كيسبو، ما كانش. ولكن هذا حس بالتهديد. شو كيفاش تحس بالتهديد؟ شي واحد شوش ليه؟ شكون؟ الله اعلم. ما غاديش نقولوا حنا المخابرات الامريكيه، غادي تكون شي حاجه. هما اللي يزيدوا، علاش يزيدوا؟ زيدوا باش يزلخوا لي يدوا، يعمروا لي يدوا، باش يبينوا بانه ها شوفوا هذا البلد اللي كي روبريزونتي، هاد البلاد اللي كي اللي كيعطي، اللي حامي الدنيا والدين. هاد البلد، شوفوا القائد ديال هاد البلاد، شوف اش دار، شوفوا هاد شوفوا كيفاش كيوسخونا. علاش ملي تيكون واحد الانسان عنده واحد المسؤوليه كبيره، حاكم البلاد، ما عندوش المستوى ديالها، ما عندوش الثقافه ديالها، وما عندوش المستوى ديالها، كيولي اخطر. وهما هادشي كيعجبو، كيبغيو يشدوه في الحكم باش يتحكموا فيه، باش يتحكموا. الا تحكموا في هذاك الراس غتحكموا في السعوديه كلها، ولا تحكموا في السعوديه راه محكمين فينا حنا. هذا المثل كنعطيكم. نفس الشكل الكبرانات ديال الجزائر، نفس الشكل هما كيشوهونا، هاد الكبرانات كيشوهونا. دابا اش كيقولوا الغربيين؟ وتا هادو خوت، زعما هادو جيران خوت، وشوف غادي ينوضوا الحرب مع بعضياتهم. هادو كيشوهونا وهما مانيبيلي. علاش؟ لان الرزق اللي عطاهم الله ما عرفوش يتصرفوا فيه. لان تيقدر يكون المخ ديالك يكون العدو ديالك، المخ ديالك تيقدر يكون العدو ديالك، ما عرفتيش تتصرف به. ممكن تمشي تحشش، تشرب الشراب، تقتل، تخون، تكريسي، تكذب، تشهد بالزور. المخ ديالك عدو ديالك. لان علاش العدو ديالك؟ العدو ديالك لان الابد، لان هادو كاع اعمال من رجل الشيطان. هادشي كلشي الله غادي يحاسبك عليه. دونك اكبر عدو اللي تيكون عندك هو المخ. عاد شوفوا العدو اللي هو الخارجي، عاد نشوفوا حنا نعتو سبعنا اليهود ولا المجوس ولا اسرائيل ولا كذا وكذا وكذا وكذا، عاد نعتو. ما اكبر عدو وهو المخ ديالك. خاص كل واحد فينا يعرف هذه القضيه ويوعى بها، ماشي غير يعرفها، يوعى بها. ملي بغى يدير شي جريمه، ملي بغى يدير شي حاجه، يفكر بان المخ ديالو راه هو العدو ديالو. دونك خاص تحاول دير المخ ديالك تنميه، توكلو وتفطرو باش يولي حلال، باش يولي رزق حلال، باش يولي حلال عليك. انت هاز المخ ديالك في راسك وكدير الاجرام، راه المخ ديالك حرام، والسميه اللي كتهز رد لها البال. السميه الا سميتك محمد راه كتوسخ الرسول صلى الله عليه وسلم، راه ما كتبدلش الرسول. وحنا كاع رسالة، حنا كاع صفتنا الله باش نمثلوا هذا الدين. ومن غير، ماشي غير الاسلام، حتى الغربيين عندهم رساله، حتى هما خلقهم الله. راه البروف هما اللي داروا، يعني بعض المنافع علميه، منافع علميه اللي هي صلحه البشريه، خلقوا بعض الادويه اللي هي عتقات الناس، وبعض الادويه اللي قتلت الناس، كاين الايجابيات والسلبيات. دونك ما نقولوش غير هما اعداء كفار، لا، هاد الكفار راه داروا،
راه مسبوق، صوبوا الطياره، راه جبت الطياره باش وليتي كتسافر تشوف والديك في اقرب وقت، كتسافر اي بلاد بغيتي وكتمشي تتمتع، راه داروك الطوموبيل باش كتمشي للخدمه، راه حيدولك الحمار من تحت رجليك، ما بقيتش كتركب على الحمار باش تمشي للسوق، فهمتي؟ راه كاين شي حاجات اللي هما بوزيتيف، خصنا نعترفوا بهاد الحوايج، واخا تكون البدايه ديالها كانت ناتجه من الدول الاسلاميه ومن الاسلام جاد، واخا تكون التكنولوجيا الباس ديالها كان الخوارزمي او كان ابن الهيثم او كان بعض العلماء انهم كانوا مسلمين ماشي لا عربيين، وحتى بعد قليل فيهم كانوا يهود اللي هما عاشوا مع المسلمين، اللي هما وكلوا الحضاره في البدايه، ومن بعد هما الناس هادو في السيزيام سيكل جاتهم العلوم وجاتهم ولكن الباز ديال هاد الناس قبل السيزيام سيكل كانوا جهالة، الغربيين كانوا جهالة، ولكن قبل في العصر السادس القرن قبل الميلاد في العصر ديال سيزار اللي الرومان اللي خذوا العلوم من خذوا العلوم العهد ديال الرومان، العهد ديال الرومان اللي خذوا العلوم من الجريك، ياك العهد ديال الرومان راه كانوا سيفيليزي، راه الناس كانت سيفيليزي، راه كان عندهم تياتر، كانوا كيديروا التياتر، كانوا كيديروا بعض الرياضات، كانوا كيديروا بعض حتى من قبل منهم كاع، حتى في العهد ديال المايا من بعد العصر ديال ليجيبت ديال الفيرو، الكره بغيت نقول لكم على الكره، راه المايا، راه دوك ليزان ديال المايا هما اللي خلقوا الكره، راه ماشي الانجليز، الكره تخلقات من المايا، جات من المايا من واحد المكسيك لامريك لاتين. رجعوا للعهد ديال الرومان، العهد ديال الرومان كانوا سيفيليزي، راه كانوا كيعرفوا يرسموا، راه كانوا كيعرفوا يكتبوا، وخذوا العلوم خذوها من الجريك، والجريك خذوها من ليجيبت، وليجيبت خذوها من عندهم الانفلونس ديال السامريان والاكاديين وزيد وزيد زيد. انا قريت واحد الكتاب اللي كتا يعني تقريبا واحد 10 سنين، خصني نعاود نراجع ذاك الكتاب باش نعاود الذاكره تعاود ترجع ثاني لبلاصتها. راه لي سيفيليزاسيون راه كاين كل راه كل يعني واحد الفئه ديال واحد العالم كان سيفيليزي، راه خدا من هنا ومن هنا وشي كيعطي لشي وشي كيتطور، ملي كتاخذ علوم الجريك ملي خداو معلومات من ليجيبت ومن الاكاديين ومن الفرس، راه مطوروا، وهادشي راه قبل الميلاد، قبل السنه ديال الميلاد، قبل سيدنا عيسى عليه الزاد، وهذا الشيء اللي جابوه هما من الرومان، من اللي جاوا النواحي الاوروب، جاوا فرنسا وجاوا المانيا واسمو، ومن اللي جاوا لفرنسا جاوا العصر ديال الوقت ديال هذا الشيء، حتى اللي خصني نخصص ليه بوحدو، خصني فيديو، كانوا لي سيلتيك، كانوا لي غولوا، هما الفرنسيين الحقاق، هادو كانوا كيتحاربوا كلهم، ملي جاوا الرومان قدوهم، حاربوهم وغلبوهم وقدوهم وبعطاهم هاد الحضاره، عطاهم هاد الحضاره، وكانت عندهم هاد الحضاره، اوروبا راه كانت عندها هاد الحضاره، وانما انقرضت واحد الوقت ورجعوا عاشوا في الوقت ديال ملي جات الكنيسه، جات الكاثوليكيه واستعمرت، رداتهم في الظلام، رجعوا كيعيشوا في الظلام، يعني هما اللي جابوا هادشي ديال السحور وديال الجنون وديال هاد الافكار اللي هي مظلمه، هم رخصوها فيهم ورجعوهم للحاله اللور، رجعوهم اللور، حتى جاوا المسلمين، حتى جاوا الاندلسيين لاوروبا، وعاد جابوا معاهم لا سيونس، وجابوا معاهم العلوم، لا سيونس، المات، الموسيقى، يعني انه الجيتار هو جدو هو العود، الجيتار جدو هو العود، كنقولوا جدو هو العود، جابوا معهم العود، داو معهم الموسيقى، وكتبوا الموسيقى في عصر الاندلس، يعني واحد البحر ديال العلوم اللي عطاو، جابوا معهم اشجار ديال الليمون، علموهم يغرسوا الشجره دي لا فونتين، هاد الشجره دي ولي فونتين منين جاو من عند الاندلسيين، هما اللي جابوه معاهم، راه هادشي اللي كتشوفوه راه باقي، هادشي ديال التصوير راك تهضرت عليه واحد الفيديو، هادشي ديال التكنولوجيا ديال التصوير راه منين جا من لا شومبر نوار، راك تهضرت عليها في واحد الفيديو، راه هادشي كله جا من الاندلس، هما اللي جابوا ليهم
النور، هما جايبوا لهم النور، وكان الأندلس هذيك الوقت كيدوروا بالشوارع ديالهم. كان المدن في أوروبا اللي كانت في أوروبا اللي عندها الشوارع ديالها الأزقة ديالها فيها الضوء هما كان غرناطة والأندلس، وكان عندهم لا فونتين، كان عندهم الماء، راه باقا واحد لا فونتين ديال دوك سبعة ولا هما شحال ثمانية ديال الأسود، هذيك كانت المكانة ديال الماء راه باقا لدابا، اللي مشى يزور في إشبيليا واسمه راه يشوفها. الحضارة اللي جابوا الأندلسيين واللي جاب المغرب، واللي جاب ماشي غير المغرب بوحدو، حتى الفرس، كان جاو شي علماء من الفرس ومن العراق واسمو تهم منخرطين. الحضارة اللي جابوا لأوروبا يعني هذه كتسمى العصر كيسموها لا رونيسونس. لا رونيسونس بدا بعد 6 سيكل، لا روني على اسمها لا رونيسونس يعني الولادة، الولادة نقولوا احنا بالعربية، لأنه يلاه بداو رجعوا الغربيين، يلاه بداو كيتنوروا، بداو كيتنوروا بالمطالعات والشعر واسمو، بداو كيذوقوا داك الشيء، وجاهم داك الشيء يعني كيعيشوا في المناطق البارده وانسجم معاهم داك الشيء. ما نهضروش على البطاطا وعلى الخضره وعلى الليمون وداك الشيء جابوا معاهم. البطاطا جابها لهم اسمي داك واحد ماشي كريستوف كولومب، كاين واحد ماركو شي حاجه ايطاليان، هو اللي كان كينافيغي قبل كريستوف كولومب، هو اللي كان كينافيغي، هو اللي جاب لي زيبيس، جاب لهم لي زيبيس من عند الدول العربيه، من ميدل ايست ومن الهند اسمه، جابها لوروب، هو اللي جاب لهم لي زيبيس. والبطاطا جاب لهم كريستوف كولومب، تنظن البطاطا جاب لهم كريستوف كولومب، لانهم ما كانوا كيعيشوا في المجاعه، كانوا كيعيشوا في المجاعه، ما تعرفوش يديروا الاجريكلتشر. وكريستوف كولومب ملي المرحله الاولى ملي يمشى، قصه طويله ما غاديش نساليها، انا خصني نمشي نصلي الفجر دابا. المهم كنتمنى نراجع هذا الشيء مزيان، وندير واحد الدي في دي على هذه الحضاره اللي هي انبعثت في الغرب، واللي اعتزوا بها وعطوها القيمه ديالها ليومنا هذا. ما عرفناش واش غادي نطاوي عليهم، لان دابا كاين بزاف الملاهي، ولكن هما ما كيفرطوش، اللي ما كيفرطوش، اللي هما واعيين بها، ما كيفرطوش في الدراسات، ما كيفرطوش في التعليم، ما فرطيش في التعليم والصحه، باش الحضاره ما تطيحش، كيحاولوا ما امكنهم يقريو ولادهم. ويتش المغرب دار غلطه كبيره، دار غلطه كبيره، فرط في التعليم، والتعليم العمومي هذه اكبر غلطه. هنا كيعتمدوا على التعليم العمومي اكثر من التعليم اللي هو الخاص، كيعتمدوا عليه هنا في الامريكان في اوروبا. التعليم العمومي مهم، لان الاغلبيه هم التعليم العمومي، اغلبيه الناس هم التعليم، والاقليه هم التعليم الخاص. دونك خصنا نرجعوا للتربيه، الاخلاق، الدين، والعلوم، واللغات. كيفاش اللي نقراو لغه واحده؟ العربيه هي الاولى، ومن بعد اذا فعلا على الاقل خاص الدراري ولادنا يقراو جوج لغات، يختاروا كل واحد وحده يختار جوج لغات، الانجليزيه او فرنسيه، او الانجليزيه او اسبانيه، او الانجليزيه المانيه، او جابونيه وشينويه، علاش لا؟ يختار. وخصها تكون اوبليغاتوار، القرايه خصها تكون اوبليغاتوار، عاد يمكن لينا نتغلبوا على هذه المراحل اللي كنشوفوا ديال المقدم والباشا اللي كيجي كيري الديور وكيري باسمو، ونقدروا نبقاو هنا جالسين وكنسبوا وكنعتوا صباعنا في المقدم والمسؤول العامل وهذه وهذه وهذه، ما غاديش تحل المشكل. المشكل فين يتحل؟ وهو كما قلنا في التربيه، في المنزل، والمساعده ديال السلطه خصها تكون تفهمتها هي تحل المشكل، تعاون، ما تعوضش المشكل. واحد المراه عندها جوج ديال النفوس كطي في بيت، خصكم توعاو بانه راه هذاك راه ايليغال، هذاك هنا راه كيتسمى ايليغال، هنا راه ما يمكنش يكون هادشي، لان كنعرفوا الصحه ديال هذوك الاطفال في خطر، الصحه ديالهم في خطر، وهذا مشكل كبير، ماشي نشوفوه بواحد نطلعوا عليه راه من ثقبه صغيره، لا خصنا نطلعوا عليه من شرجم كبير، راه مشكل كبير هذا. المرأة اللي عندها جوج نفوس ولا ثلاثة نفوس كيطيبوه في البيت، راه خطر، خطر، الطياب ديال البوطة راه كيحرق الأكسجين، داك البخار اللي كيطلع ديال الماكلة كيحرق الأكسجين،
داك البخار كيقتل حيت فيه الزيت وفيه الإقامة واسمو، تيقتل لي سيلون ديال الاكسجين تيقتلهم، ومع التنفس ثلاثة ديال الناس كيتنفسوا في بيت واحد راه ما تيبقاش الاكسجين، واكثريه عندهم بيت ما في ما عندوش شرجم، اكثريته عندهم بيت ما فيش شرجم. لهذا الله يجازيكم بخير المسؤولين، راه هاد القضيه خصكم تعيدوا لها النظر. هاد القضيه ديال الربا ما خصكمش تريبوا حتى تعطيوا البديل، تيكون البديل وتكون دراسات، عاد خصكم تريبوا. لهذا غادي نخليكم هنا. عبد الله من نيويورك، اليوم 1 ديسمبر، كنتمنى الراس ديال السنه يدخل لنا بخير وحي عن افعالنا هذا الوباء. دابا انا قلت لكم قبل لا عقلت، قلت لكم راه كنعيشوا هذا. خليني ندير واحد الاضافه قبل ما نمشي، كنقول للمسؤولين كونوا على بال، راه حنا دخلنا في لا بيريود في السيكل ديال الفيروسات، راه حنا غادي نعيشوا في عصر ديال الفيروسات، الله اعلم 50 عام 100 عام الله اعلم. راه غادي راه تنقولها لكم انا، راه ما غاديش تسمعوها في اي بلاصه، راه قلتها لكم قبل، يا قلتها لكم من يلا بدا الكوفيد كما دير. حنا بدينا كنعيشوا في عصر ديال الفيروسات، وطلبت وقلت للمسؤولين باش تهيئوا ريوسكم، بداو نوضوا، بداو كتخدموا المجهود ديالكم، عملوا المجهود ديالكم، بداو كديروا دراسات مع لي زارشيتكت مع لي جينيور باش تبنيو الطرق عراض، ودوك الارصفه دوك الرصيف عريض. راه غادي راه حنا كنعيشوا، انا كنعاون ناكد عليكم، راه حنا دخلنا في واحد القرن اللي غادي نعيشوا في عصر ديال الفيروسات، وهاد الفيروسات راهم خطا وراه غادي يقتلوا في عباد الله. انا ماشي تنخوفكم، انا تنعلمكم، انا تنقول لكم الحقيقه. هذوك الرصيف خصو يكون عريض باش الا قدر الله جا واحد الفيروس دخل البلاد، ماشي ديروا داك الرصيف ضيق والناس غادا الكتف على الكتف، الكتف على الكتف، بيدو بلا ما نمنعوا الناس باش يشدوا الحوانات ولا باش ندمروا الاقتصاد. خاصنا نطوروا كيفاش غادي نديروا واحد المباني، واحد الاركتيكتور اللي غتتادابتا مع هاد القرون اللي جايه بعصر ديال الفيروسات. وانا تنقول عليكم وغادي يقولوا قالها واحد السيد كان من هنا 20 عام ولا 30 عام بقى في حياته ولا ما بقاش في حياته، غادي يقولوا قالها واحد السيد كان كيقولها وكان كيضحكوا عليه ولا كانوا كيقولها حتى واحد ما دافع فيه. كما كنت كنقول لكم، كما قلت جبت لكم الاخبار ديال في 86 وفي 87 جبت لكم الاخبار ديال ماد كاو ديزيز، ماد كاو ديزيز الامراض ديال البقر اللي كانت كتاخذ البقره اللي عقلته ما كانتش كتوقف على رجليها كطيح كتمايل، والناس اللي كلاو اللحم تعادوا نفس الشكل وماتوا ياك. وكنت قلتها لكم انا في 87 بحث بها في 87 وحتى واحد ما تصنت وحتى واحد ما دا، وكان ومالوروزمون كان عندي واحد الصديق ديالي جورناليست ولكن ما كانش جالس معنا في الطبله ديك الساعه، دريس كسيكيس اللي كان جورناليست زوين واحد الدري ظريف وانا كنسلم عليه بزاف، كان جورناليست ديال لوبينيو، مالوروزمون ما عرفت كيفاش ما طاحش عليا فكره نقولها ليه، ما عرفت واش وقع ولا ما تلاقيتوش هذيك الساعه، عرفته من بعد. لا كنعرف دريس كسيكيس هذيك لابيريو كنعرفها وانا كنسلم عليه، وكنتمنى يكون الصحة جيدة والعائلة ديالو جيدة. عبد الله كيسلم عليك من دريس كسيكيس اللي كان جورناليست ديال لوبينيون اللي كانوا اعتقلوه ما عرفت شي 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 ظلم وتعدو، لان هذاك الدري ظريف، هذاك الدري ظريف ظريف بزاف بزاف بزاف. انا قلت جبت هذه المعلومة في 87، لو كنت كتاخذ المعلومة بجد وتنقلات المعلومة للبلاصة ديالها وتحطات وتكتبات في الجرائد، لأنك أنا مستعد نعطيهم كاع الحجوج، كان جا عندي أنا شي جورناليست بغا يدير معايا استجواب نعطي كاع الحجوج وناخذ المسؤولية. وهذاك الشيء اللي قلت لكم هو اللي كان، إمتى عاقوا بهذا الشيء اللي كان قلت لكم؟ قلت لكم أودي هذا الفوراجير اللي كيعطيو للبقر راه خطر، وهذا الفرج اللي كيعطيو للبقر حرام، وهذا راه غادي يخطب وعلموا اللي عنده شي عائله في اوروبا ولا جا شي لحم من اوروبا ما ياكلوش الناس. قلت لكم في 87 ياك، امتى تفضحت الامور؟ في 92، في 92 بدات الامور، خدات شحال؟ خدات 5 سنين، 5 سنين. انا كنت قلتها قبل،
وانا تنعاون ناكد عليكم، انا تنقول لكم دابا عقلوا فين قلتها لكم، عاود ناكد، راه قلتها قبل، يلا يلا بدات كورونا قلتها لكم، قلت لكم ودي راه حنا غندخلوا في السيكل في القرون ديال الفيروسات هذه صافي، ما عندنا عليها اسمه، خاصنا نتادابطوا، خاصنا نعرفوا كيفاش نهيئوا انفسنا. وانا كنتمنى المغرب يبدا، كنتمنى المغرب ينطلق، بحال اش غينطلق العمارات اللي كيتبناو يكون عندهم ثلاثة البيبان ديال الإيمرجنسي، ثلاثة البيبان كل عمارة تضطر، وما تكونش عمارة لاصقة على عمارة، دي الأولى، هذه الأولى. لي زارشيتيكتور الرصيف يكون عريض يقدروا يتمشاو أربعة ديال الناس مصافين، وواحد ما يكونش قريب من واحد، هذوك كاع الأرصفة خاصها تكون عريضة. أنا كنشوف ديال كيتبناو دابا حتى التروطوار على الدار لاصق مع الدار، الناس اللي كتمشي خصها تمشي في الشانطي، والشانطي فيه صغير فيه يلاه يدوز فيه موتور ولا بشكل، كارثه كارثه. الا جات شي كونتاميناسيون، جا شي فيروس في هذيك النواحي السكان كلهم غيلعقوها، دوك السكان كلهم غيلعقوها. انا ماشي ضد الريبان ديال البناء العشوائي، انا كنأيد على المسؤولين باش يمنعوا هذا الشيء، انا كنأيدهم، ولكن اعطيهم البديل، اعطيهم البديل وديروا ان ارشيتكتير جديده. ملي تبغي تعطي اوتوريزاسيون باش يبنيو الناس، ديروا مزيانين زوينين، وديروا احتياطات للفيروسات اللي جايين، الكونتامينياسيون الكوليرا، وزيد وديروا القناه، وديروا احتياطات، بنيو واحد العلوم، بنيو واحد السياسه، بنيو واحد بالرزق اللي عطاكم الله، بنيو بالرزق اللي عطاكم الله، بنيو به، ما تخليوش الناس يبنيو بناء واخا عطيتهم اوتوريزاسيون، هذاك البني اللي بناه خطر واخا توريزاسيون وعشوائي. راه شفت انا البني اللي واخدين الناس توريزاسيون، ما كتعطيهمش البلان، ما كاينش شي بلان، ما كاينش شي بلان، ما كاينش رصيف عريض، ما كاينش شجر، ما كاينش خضوريه، حتى الطبيعه، كتلعب دور كبير في هذا الشيء ديال لا كونتاميناسيون. حتى الطبيعه، بنيو بالشجر، بنيو بالغرس، بنيو بالخضوريه، ديروا اتساع، ديروا الجرادي، ديروا القناه القوات الكبار، ديروا القوات الكبار، هيئوا ريوسكم. العمارات اللي كيتبناو العمارات يكون عندهم ثلاثه البيبان ديال الايمرجنسي، ثلاثه البيبان، ماشي باب واحد كيدخلوا منه يخرجوا منه، العماره كلها الناس ساكنين 200 بشر ساكن في عماره، تيخرجوا يدخلوا باب واحد، كيفاش ما تكونش الكونتاميناسيون؟ كيفاش اذا كانت الكوليرا ولا كان الفيروس كوفيد ما غاديش في هذيك العماره ما يتعادوش الناس؟ واخا واحد كيوقف يتسنى باش الاخر يدخل، واسمو راه 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 كاين ريسك. دونك خاصكم ديروا ثلاثة البيبان، كل عمارة ثلاثة أربعة البيبان، يكونوا هذوك البيبان يكونوا جوج ديما محلولين، أو يكونوا غير واحد محلول، حتى إلا قدر الله الفيروسات غادي يتحلوا، عاد غادي يتحلوا. ملي يكونوا الناس مرض هازين الفيروس، وهذا الفيروس كيقتل، غادي نديروا واحد الباب خاص منين يخرجوا الناس مرض، دوك الناس اللي مرض يخرجوا من هذاك الباب، إلا جات لومبيناس ديهم يخرجوا من هذاك الباب، يخرجوا من باب آخرين اللي كيدخلوا الناس صحيح. انا كنعطيكم مثل لي زيكزامبل، القهاوي نفس الشكل، القهوه خاصها تكون عندها رصيف عريض، وكيحطوا الكراسه على برا، ويكون ما يكونش مغلوق، ما يكونش عند الحيط، ديروا واحد لاشيتيكتور ما يكونش عند الحيط، ويكون عندها الجاج، هذوك البيبان ديال الجاج، ملي تكون الشتا راه مسدودين، وملي تكون الحاله وضعيه نورمال راه مسدودين ياك، وملي تكون حاله الوباء كيتحيدوا هذوك البيبان ديال الجاج، وكتلي القهوه منفسه بدون ما غادي تسدوا القهاوي، حتى سدوا القهاوي. انا كنعطيكم بعض لي زيدي اللي هما ما كتحتاجش لا باتونت، فابور في سبيل الله، والحاجه اللي كتجي فابور راه كتجي رخيصه وكتجي ما عندها قيمه، وهذا هو المشكل. وحنا هذا في الدول المتاخره نيجيريا، والدول المتقدمه حاجه واحده كيطلبوا منك، كتعطيهم لي زيدي تيقول لك كتبها لنا، كتبها لنا وراها، كتبنا المعلومه كلها، طابيها كتبها وصيفتها لنا نتقبلوها، ما كي ندرسوها ونتقبلوها، إذا كانت اسمه نتقبلوها. هادو هما الناس. وبالإضافة هذا المشكل ديال الماء، حتى هاد العمارات اللي كيتبناو في المغرب جداد والديور جداد، ديروا واحد القضية، ديروا ريزرفوار بالفلتر، ديروا واحد الدراسة مع لي بلومبي، مع لي واحد البومبا كنت قلتها قبل، تكون واحد البومبا كتطلع هذاك الماء من اسمه ودوزو للفلتر، ودوزو كيتصفى ويدوز ريزيرفوار اخرى،
وهذاك الماء اللي تصفى هو باش كدير به لاصاص في الكابينه الطواليت، كدير به تستعمل به سمو ودير به الجرده وتسقي به الجرده وتغسل به الطوموبيل. هذا الشيء هذا البلان خصكم ديروه مادام حنا كنعيشوا فوق الجفاف وفوق الكوارث الطبيعيه، واسمو خصكم ديروا هذا الشيء. هذاك الماء اللي كيمشي كيمشي هكذا في ليزيكو ضايع لنا. انا كنهضر لكم على الماء ديال الحمام، الماء ديال الحمام ديال الدوش ديال الحمام دار واحد ليزيتود، وسيرتو في العمارات بالاخص العمارات، لان كتلقى مثلا 30 طبقه ولا 40 طبقه راه كتستهلك الماء، ياك كتستهلك الماء. هذاك الماء اللي كيدوز من البارتمات كله اللي كيدوز من الحمامات ومن الدوش ومن كتحل داك اللافابو ديال هي كتغسل الماء عنه والماء كيشرشر، هذاك الماء كله كيدوز خصو يدوز واحد ريزيرفوار، دار واحد البلان دار واحد ريزيرفوار، وكاين واحد البومبه كتعمل واحد البومبه اللي كتبص هذاك الماء كطلعوا الريزيرفوار اخرى اللي فيها الفلتر، قبل ما كيدخل تما كيدوز على الفلتر كيتصفى كيدخل هذيك الريزيرفوار وكيعاود يدوز هذاك اسمه كيمشي لواحد القناه اللي كيفرق الماء، ما تكونش ديك لا كوندويت كدوز القناه اللي ديال لا شاس دو تواليت، كاع هذوك لي شاس دو تواليت في هذاك البيت كلهم كيدوز لهم هذاك الماء ديال اللي خدينا من لا ريكيبيراسيون ديال الدوش وديال الحمام خدينا، وتما هذاك الماء كنستعملوا لا شاس تواليت او ميم طون كنقدروا نسيقوا به الدار، لان غادي يكون عنده تريتمون كدير ليه تريتمون نسيقوا به الدار ونديروا نسيقوا به الجرده ونغسلوا به الجرده ونسقيوا به الجرده، ولا كان شي طوموبيل شي واحد كيغسل الطوموبيل يغسل الطوموبيل. هذا ماشي اقتصاد كبير، هذا ماشي غادي ينفعنا باش هذا نستغلوا الماء ديال السدود، لان كتوقع واحد لا بيريود ديال الصيف لان السدود كتنقص والناس كتبقى تسنى في الشتاء ديال اسمو باش تعمر دوك السدود، وكيبقاو الناس مخلوعه واش غادي. وزيدوا واحد القضيه ديال لي باراج، بغيت نقول لهم ديال لي باراج اللي لاحظت واحد القضيه دابا لي باراج قال لك اودي لي باراج قل منهم الماء، واخا كيجي الماء كيقل. علاش يقل؟ لان لتحت ديال القاع ديال الارض طلع بالتراب، بالتراب الغيص، الغيص بقى كي حيت لان الماء ديال اللي كيكب في السدود اكثر كيجي من الجبال ويجي كيدوز كيجيب داك الماض كيسميوه الماض بالانجليزيه هو التراب كنقولوا حنا التراب الاحمر، والغيص كيجر داك الغيص وكيكبوه في السدود، يعني ميك سنس. ولا السد تيعمر بالغيص وكيطلع، الى السد كيعمر بالغيص راه تيقل الماء، لان هذيك المساحه اللي كيشد الغيص كلها هي ضاعت مشى منها الماء، ياك. علاش حنا ما نديروش واحد القضيه؟ هذه فكره ديالي انا، قبل ديك المنطقه اللي كيجي فيها كيكون فيها كيجي من الجبل الماء كيجي من الجبال ومن الغيس وداك الشيء، عملوا لي باراج، عملوا بحال لي بيسين، بحال لي بيسين، ديروا قناه هما، ديروا لي بي كبار، يكونوا كبار، يكونوا لي بيسين، ديروا الاول بعيد على الاخر، ديروا شي ثلاثه مصافين، كيدوز الماء الاول كيدوز لا بيسين الاول، ومن بعد كيتنقل كيعمر هذاك لا بيسين وكيدوز لا بيسين الثاني وعمر والثالث، عاد داك الماء كيدوز للبراج. علاش؟ هذاك الماض داك الغيص اللي كيجي يهود في لابيسين الاول، ياك، ويطلع الماء، غادي يطلع الماء غادي يطلع بقلب الغيص، هذاك لابيسين الاول غادي ياخذ الغيص الثقيل، والماء الثاني اللي غيطلع غادي يعمر ويكب في لابيسين الثاني غادي يكون فيه الغيص وغادي يكون قليل، ويزود المره الثالثه غادي يوصل المره الثالثه غادي يولي تقريبا غير الماء، غادي يولي غير الماء ما غاديش يشرب. لا درتو البراجات، هادشي هاد الغلطه ماشي غير هما اللي داروها، داروها حتى الاوروبيين، درتو البراجات والماء ملي كيهود كيهود على الواد، تيهود على الواد تيبقى جر، كيبقى كيركب حجر غيس حجر غيس حتى كيوصلوا للبراج. لو كون درتو هاد القناه هادو قبل، هذاك الغيس غادي يهود في لابيسين الاول، القناه الاولى اللي قلت لكم، ويهود في القناه الثانيه، وما يوصل للقناه الثالثه غادي يولي غير الماء، ولا غادي يهود البراج. هذه الاولى فكره مزيانه. ثانيا هاد القناه اللي غادي يعمروا بالغيس ملي غادي يخوى ملي كيوصل الصيف ما تيبقاش الماء كثير باش غيدوز للبراج، يعني ولا قليل ولا ما تيكونش كاع، غادي ناخذوا ديك الفرصه غنديروا لي تراكس، فهمتي، غادي نديروا لي تراكس يهودوا غادي ينقوا دوك الشوارج، وهذاك الغيس يدار في الكاميوات، وهذاك الغيس يدار في الكاميوات الماض، وهذاك الماض هو صالح للزراعه، نقول لكم صالح للزراعه، صالح اللي بني ديروا بين ياجور تبيعوا لصحاب الطيانه ديروا به تبنيوا به تستعملوا البني هذاك الماض، حيت هذاك الماض اللي كيهزوا الماء
تيكون فيرتيل، تيكون فيرتيل وما تيكونش فيه الحجر، تيكون بحال صفيتي مصفي راسو، داك الماط كيكون مصفي راسو، تيكون سهل ساهل باش دير بيه رياجور، كدير بيه رياجور تستعملو ودير شركه. علاش؟ الشركه ما تكونش بعيده في هذيك المنطقه، واحد المساحه ديروا شركه ديال رياجور وتستعملوها رياجور. احنا عندنا واحد المدخول، احنا خدمنا الناس. واش عباد الله غير انا اللي كنفكر؟ واش انا غير انا اللي كنفكر ورا الهبالات؟ انا وليت باغي يدخل لي الشك في راسي. واش انا كنقول شي حاجه معقوله ولا ماشي معقوله؟ انتوما اللي كتصدوا ردوا الجواب الله يرضى عليكم. واش هادشي كنقول انا واش معقول؟ واش لوجيك؟ واش هبال؟ واش حماق؟ ما يمكنش غير انا اللي عندي الانتيليجنس، ما يمكنش غير انا اللي كنفكر.